بتاع الهناية. ايوه نحن فريق الاعداد. اهلا بيك والله يا هيثم، فرصة لكن سعيدة. انا لقيتك في حته انا كمان اتذكر لك مشينا اللايف. وانا طبعا لايك يا جماعه يعني شكلي معروف ولا بقول شنو مألوف. معلوم. طيب احمد، نحن دايرين نعمل في، لانه ما حنقدر نعمل في الجروب. طيب ما مشكله، انا بشير لك لو عاوز المبادره. خلاص انا تقريبا شيرتها، بس الرابط بتاع زوم ممكن انت تخده هناك. اوكي انتوا ما كنتوا عايزين تخشوا معاكم في الزوم يعني، عشان كده يوكبت توي من الناس ولا شنو؟ والله لا، بس عشان بس يكون نكون اورجنايز، ما بندي للناس من بدري عشان ما في ناس بيجوا من قبل الوقت يعني. طيب يا جماعه نحن نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم عليكم جميعا، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونزل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بلاء كورونا عن الجميع، ويرحم الموتى ويشفي المصابين. طبعا مر علينا رمضان ده يا جماعه بذكريات اليمه، وفقدنا ناس عزاز جدا جدا علينا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم ويغفر لهم يعني. واخر يعني الناس اللي نحن فقدناهم، ويعني صراحه يعني ألمنا جدا يعني فقده كده، الراجل الجميل يعني يعني عرفناه كلنا، بس عرفناه في الوسائط بتاعت السوشيال ميديا وكده، اللي هو يا جماعة دكتور كوباني. نزل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويجعله من أصحاب اليمين. الليلة يا جماعة نحن إن شاء الله حنستضيف شخصية، زي ما قلت لكم يا جماعة وزي ما وعدناكم دائما، نحن ما يعني دائما بنختار من نعمل سيلكت يعني للشخصيات بتاعتنا بطريقة طريقه ديمقراطيه يعني. عندنا تيم بفحص وبنمشي يعني للناس وبندعب عشان انه نصلهم، وكتر خيرهم والله ما قاعد يخذلونا يعني، كلهم يعني عارفين نحن ظروفهم، عارفين يعني يعني مشاغلهم وكده، فبرضه بيجونا والله بيجونا. ليه؟ لانه حبا انه ينشروا المعرفه، ما حبا ما محتاجين يسهر والله، كلهم الناس نحن جبناهم ما فيهم زول محتاج يسهر، ولا فيهم زول محتاج انه يقول والله يا اخي يعني ادوني الفرصه دي مثلا عشان انا يعني اسهر للناس وكذا، لا والله بيجوا هنا عشان ينشروا المعرفه بتاعتهم والعلم بتاعهم ده، عشان كذا الناس المفروض تستفيد منهم. الليله ان شاء الله حنستضيف شخصيه جميله جدا جدا، شخصيه يعني قدمت كثير جدا يعني، بالذات في الفتره الاخيره، في الفتره بتاعت كورونا والفتره بتاعت الثوره، واحده من يعني ناشطات الحراك الثوري السوداني. الليله ان شاء الله يا جماعه حنستضيف الطبيبه طماطر الحسن، بس خلوني شويه كده اديكم نبذه عنها. لكن ما شاء الله تبارك الله يعني، لو مشيتوا كتبتوا في جوجل طماطر الحسن حديكم عنها حاجات جميله جدا جدا، بغير انها الشغل التخصص بتاعه وكده، كمان عندها إسهامات تانية يعني. دكتورة تماضل الحسن طبيبة أمراض نفسية وعصبية في المملكة المتحدة في مدينة نيوكاسل، وتعمل في إعادة تأهيل المرضى النفسيين المصابين بالذهان، من المهتمين بالحراك المجتمعي السوداني، ومن الناشطين الحقوقيين في الشأن العام، خصوصا ما يلي النساء والأطفال، ولها إسهاماتها ومشاركاتها المسموعة والمرئية، كما أنها مدربة لمهارات تنمية الذات التي تتعلق بناء شخصية الغايد وفن الإدارة يعني. دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها كثير جدا يعني في السودان يعني. وبرضو التخاطب الجيد، المرونة والنهوض من العثرات، فن إدارة الأزمات وتطويعها في العمل الجماعي، والتعامل مع القلق والتوتر والاحتراق الوظيفي. دي بس يعني نبذة بسيطة عن الدكتورة. مرحبا بك دكتورة تماضر. اهلا بالدكتور ياسين، واهلا بكل الشباب اللطيف في مبادره البحثين السودانيين، والشغل الكبير انا بفتكر هو معمول كنقطه بتاع الضوء جديده. انا شايف الحاجه الاساسيه اللي انتم بتعملوا فيها دي مختلفه تماما من الطريقه اللي اتعود عليها الشعب السوداني في العمل العام، وانا هنيكم عليها. كون الناس بيتدعوا للتخصصيه، فده افتكر دي اول يعني لبنه ممكن تتخطى في صرح بتاع بناء دول، انه الناس كل زول يتكلم عن تخصصه، وكل زول يتكلم عن الحاجه اللي هو فعلا بلونج تو، وكل زول يتكلم في الحاجه اللي هو بيفتكر انها هي مناسبه. رمضان كريم عليكم كلكم، وان شاء الله تصوموا وتفطروا على خير. اضم صوتي لياسين واعزي في استاذنا ومعلمنا، وما يمكن بسمع عشان احنا اولاد كار واحد يعني.
كوباني، لكن لأنه زول عرف إنه يحفر في قلوب الشعب السوداني محلة وتفن جواه محبة الناس. ممكن أنت ممكن تعمل بأي براك أي حاجة، لكن محبة الناس دي جزء منها كبير طبعا توفيق إلهي، والجزء الثاني عنده علاقة بصدقك أنت تجاه أمتك وناسك وشعبك وحبايبك والناس اللي أنت موجودين حوالينك، صدقك وشعورك الحقيقي تجاههم، انحيازك لقضاياهم وتواجدك التام في الحاجات اللي هي بتخصهم، وتعاملك ولغتك وتواجدك ونفعك ليهم كناس موجودين معاك في حتة واحدة من غير ما يلمك بيهم دم، يعني ما في دم دايرك اللي بين الناس ديل، وإنت كونك تكون موجود في حياة الناس ديل ما محتاج تاني لأي نوع من التلميع، ولا محتاج إن الناس تحتفي بيهم في حتى منصات ممكن تكون رسمية، فالمنصة الشعبية أهم من المنصة الرسمية أنا في رأيي كده. فكوباني يعني ربح بيعه، تم تكريمه في كل المنصات، كنت بتمنى إنه يوم شكره ما يجي، لكن قدر الله وما شاء الله فعل والبغاء لله وحده. وأتمنى إنه يكون سيرة كوباني واحدة من الحياة اللي بيدرسوها كل الناس الأكيبرز في الدنيا، لأنه الناس اللي بيكونوا قادرين إنهم يكونوا ناجحين لروحهم إذا ما كانوا ناجحين في أممهم، فبتحسب الحاجة دي كمجد شخصي، والمجد الشخصي ما عنده علاقة بالسيرة الحسنة، دي حقتك أنت بس لروحك. نعم. فربنا يرحمه ويغفر له. اديك العافيه دكتوره، شكرا لك كثير على الكلام الجميل، ودي شهاده نحن بنحتز بيها، وده ده ده الشغل بتاعنا يا جماعه. نحن في مبادره الباحثين السودانيين اللي هو ده جزء من الـ من الـ من البحوث ذاتها، يعني اللي هي نشر المعرفه وتداولها. طبعا بنشكرك كثير يا دكتوره، انا عارف انه الوقت يا دوب، نحن هنا في بريطانيا فطرنا وكل اظن نص ساعه وكده، فيعني نشكرك كثير انك انت استجبت للدعوه بتاعتنا. طيب يا دكتور، نحن دارين نرجعك لورا شديد، دارين نعرف دكتوره تماضر دي ذاتها يعني جات من وين وهي منو اصلا، يعني من اي ناحيه، يعني انا قريت وين ولا درست وين؟ ايوه بالضبط كده، يعني الاسره، الميلاد، التكوين، الدراسه الابتدائيه كده. اول مره، في ناس كثيرين ممكن يكونوا اول مره بيسمعوا الكلام ده. انا طبعا بمنأى شديد عن الحديث عني انا على المستوى الشخصي، وفي ناس كثيرين حتى ما عندهم فكره يمكن الاكسن بتاعي بوري انه انا عندي علاقه بالبيض، يعني طريقه بتحكي في الكلام ولساني وشنو، ففي ناس زي كان جس. لكن انا يوم واحد ما كنت يعني بشتغل اي شغل عنده انحياز لمنطقه في السودان بعينها. انا اكشولي اصلا يعني اذا احنا اتكلمنا عن الاصول كده، الوالده الله يديها العافيه ويخليها امها من بربر، وابوها من منطقه من المتمه والاريا اللي حوالين المتمه، يعني من المغاوير والمنطقه دي. يعني ابوي الله يرحمه من منطقه بتقع شرق شندي اسمها المسكتاب، وتقريبا هم نزحوا زمان وسافروا وعاشوا في الجزيرة في منطقة بتاعة سمواحي لتجعلين اللي هي أربجي العمارة طاها، وأبوي من هناك اللي هو أبوه من المنطقة دي، والدته من الفضلاب. فأنا يعني سارحين بكل الدنيا والمحلات وكذا، عشنا أغلب فترات حياتنا، والزمن اللي عشناه أبوي الله يرحمه كان ضابط بتاع بوليس، فإحنا عشنا في كمية من المحلات يعني، أو أكشن أنا ما حضرت طبعا كل اللفات دي، لكن أنا لحد هسه بقوم أقول لأنه في حاجات في بيتنا من أويل، وحاجات من عطبرة، وحاجات من بارة، وحاجات من الأبيض، وحاجات من النهود. يعني فأنا سعيدة جدا جدا إنه أنا أكون جزء من رحلة أهلي لما كانوا بيحوموا وبيمشوا من محلة لمحلة وكده. درست المراحل كلها في النهود، في فترة من الفترات الوالد كان مغترب وكنا بنمشي ونجي راجعين، لكن إحنا كنا عايشين في البيت الكبير، ويمكن ده المديني الفليفر بتاع كل المجتمعات السودانية. الناس وعاشوا في بيوت برام، وعاشوا مع البيت الكبير، عاشوا في الغرب، وعاشوا في الشرق، وعاشوا في الجنوب، وعاشوا في الشمال، أهالي من منطقة وعايشين في مناطق تانية. داخلنا وسافرنا وعشنا مع كمية من الناس، ولحد ما وصلت الجامعة ودرست في جامعة الخرطوم في كلية الطب، اتخرجت سنة 2002 وبس، وأسير حالياً موجودة في بريطانيا. جميل جدا. طبعا يا دكتورة بعد شوية ده الكلام ده طبعا بيقودنا للطب النفسي وكده، أنا ما أعرف، لكن أنا كل الناس اللي صدقتهم هنا وطلعوا إنه ملتي كلتشر كده يعني زي كده، يعني سكنوا في حتات كثيرة ومشوا يعني تنغلوا في حتات، يعني أنا ذاتي من ضمنهم، فبيكون الحاجة دي بتخليهم إنه متسامحين مع المجتمع، بتخليهم إنه بيقبلوا أي شخصية، يعني ما بكون عندهم الحتة بتاعت والله نحن أولاد الحتة الفلانية، أو يعني النعرة العنصرية دي بتتلاشى عندهم. بتتفقي معي في الحتة دي يا دكتورة؟ ديفينيتلي. وما كده وبس، ما بتحتاج حتى زول يحكي لك،
يعني هسه انا مثلا الكلام اللي قاعد اكتبه ده في ناس كثيرين بيقول لي انت طريقتك في الكلام او طريقتك في الكتابه اشبه بروح الحبوبات. واكشولي انا عشت مع حبوبتهم امي وعشت مع حبوبتهم ووي فور ا لونج تايم يعني لزمن طويل شديد يعني. ف المعيشه في محلات كثيره وفي سيتنج مختلف وحاجات مختلفه بتخلي البني ادم عايش بطريقه مختلفه شديد من الناس اللي عاشوا في حته محدده يتربوا ويتولدوا في محل واحد وقروا مع ناس شكلهم واحد وكده ما بيقدروا يتخيلوا التنوع الجغرافي والتنوع الثقافي والتنوع القبلي والعرقي واللغوي الموجود في السودان طريقة معايشة الناس. أسف في ناس يدوب كل مرة بيكونوا مخلوعين إنه مثلا في القبيلة الفلانية تصرف بالطريقة الفلانية القبيلة العتكانية. أنا اشرفت بالحاجة دي، أنا بعرف السودان ده زي ما بعرف الكتية دي وبعرف ثقافته وبعرف ناسه وأنا من الناس المعجبين بشديد. أنا بحب الحاجات اللي فيه وبحب التراديشنز وبحب الحاجات شكلها تقليدي وبحب العادات القديمة اللي فيها طبعا صلاح للناس ما هي عادة يعني، لكن بحب الفولكلور اللي فيه وبحب غناه وبحب الطريقة اللي هم بيعيشوا بها حياتهم الطريقة البسيطة اللي بتهبش جوا الناس شديد ديك بتحت المحنة الحقيقية اللي ما فيها أي نوع من التمثيل. فكلامك صح، الزول اللي بيعيش مع ناس كتير مع ناس كتار في محلات كثيرة وكل مرة بنتقل من محل لمحل وبصاحب ناس من بلد لبلد فبيبقى زول مختلف. أنا طبعا دخلت الجامعة من الأبيض الثانوية، درست في الأبيض الثانوية يعني الثانوي العالي، فأنا بعرف كمية من الناس، عملت كمية من البشر. فأسي لما تجي تتفرج في الفيسبوك ده في ناس كثيرين يقول لك ما أدري قريت معنا في الحتة، ففي ناس مرات بيستغربوا إنه فعلا هي تكون معقول قريت مع البشر ده كلهم في المحلات دي يعني. ففعلا درست مع كمية من الناس في كمية من المحلات يعني. نعم. طيب يا دكتورة أرجعك ورا شوية، يعني الحتة بتاعت اختيار الطب، هل أنت اخترتي دراسة الطب ولا إني بس لأنك نجحتي وجبتي شهادة عالية في الثانوي العالي وهي دخلتك الطب؟ طبعا السؤال ده مرات بيعمل المشاكل يعني، لكن طبعا هي مرات الشطارة الأكاديمية بتفرض عليك الكلية. أنت لما تكون مثلا موفق أكاديميا، الناس الموفقين أكاديميا ديل في السودان عندهم شارع واحد، يا هم يا بيقروا طب يا بيقروا هندسة في أغلب الأحيان الناس اللي بيكونوا علميين يعني. فبيكون عندك واحدة من الدربين ديل لو هم بيفتحون لك وإن أنت صغير، طبعا محمد صغار بيقول لك أنت عايز تبقى شنو؟ أنا عايز أبقى دكتور. أنا من زمان عجباني حكاية الزول يبقى دكتور دي كده فيرسي، وكنت شايفة إنه الدكتور ده بيساعد الناس، وعجباني حركة إنهم هم ذات يعني الناس بتتعامل معهم بطريقة مختلفة، الناس شايفاهم كيان مختلف وكده. الكلتشر ده جزء منه عنده علاقة حتى بثقافة أهل الربونة، هم بيشوفوا يعني أنت لو مذكر زمان في قمصان اسمها ضلوع الدكاترة ولا شنو، ويقول لك الشاي ده خفيف ولذيذ تقول دم دكاترة والدكاترة والهنا الشعر والغنى العادي والكلام التقليدي كل الناس يقولون قاعد يمشي في الاتجاه المحبة بتاعت الناس بالطريقة دي يعني إنه الدكاترة دي الناس كويسين وكده. فالوالدة كانت من الناس المحفز على الموضوع ده شديد، أبوي ما كان عنده علاقة شديد بالموضوع لكن أمي كانت مصرة إنه أنا أبقى دكتور. وأنا فعلا دخلت الكلية القصة كانت so nice يعني أنا عجبتني، وبعدين رحت جامعة خرطوم جدا. أنا حسيت أول مرة لما جيت ماشي بشارع الجامعة ده الشارع الكبير بتاع الشارع الكبير شارع الجامعة لما جيت ماشي بالجامعة لسه ما دخلت جواها، أنا حسيت إنه في شيء غريب جدا جدا رابطني بالمبنى ده والبلد دي الحتة اللي أنا بنتمي ليها. وأنا أكشوال الجامعة شفتها قبل ما أدخلها، عندي أختي اللي أكبر مني كانت دخلت إعداد علوم اللي كان الناس في الوقت ذاك بيوزعوهم لكليات الطب والصيدلة والأسنان وكده، وهي كانت زولة شاطرة جدا، هي أكثر زول ساهم في بناء البني آدم لسه قاعد قدامك اسمها ابتزاز أكبر زول فينا. أنا عندي 4 أخوات وأخو، 4 بنات، إحنا 5 بنات، عندي 4 أخوات وأخو. فأختي ابتزاز دي لما دخلت إعداد علوم وانتهت من السنة الإعدادية الأولى قاموا أخذوها في كلية البيطرة، لكن هي قبل ما تمشي كان على شنبات أنا كنت بجيها في الجامعة، فشفت الجامعة قبل ما أخشها وقررت في يوم من الأيام إنه this is my place، أنا مفروض أجي هنا أخش في المحل ده. فالحمد لله إنه أنا ما بقدر أقول إنه أهلي، أنا من الناس الأهلهم جابوهم مثلا الجامعة دي كروم الخرطوم مثلا تحديدا ولا قالوهم كل التطبيق تحديدا، أنا ذاتي كنت عايزة كده. فجيت ودخلت الجامعة ودخلت كلية الطب وحسيت بالانتماء ليها. لكن أنا بذكر أول ما جينا في سنة أولى لما قالوا لينا إنكم
تشرح الضفدع والصرصار. انا طبعا لحد اسمي دي ما بشتلي لا ضفدع ولا صرصار ولا عارفاهم بيعملون كيف. عشان كده مشيت للطب النفسي. لا لا لا، الطب النفسي ده كمان براوي، ده براوي يعني، ده انا أوكي. ده جيت لعيني بعد ده غلبني البني ادم، الدم ذاته ودم الناس ده ما قدرت عليه. فالضفدع ده ممكن انا حاسه ان القصه دي ما عندها اي علاقه لا بالطب، لا من بعيد لا من بعيد لا من قريب. انا شخصيا شايفه كده، وليه يوم الدين شايفه انه التشريح ده بتاع الضفادع والبتاع ده، ده حركه سايه. فالمهم السنه الاولى خلصت، وبعد ذاك مشينا الكليه دي طبعا عالم براهو، عالم ساحر، وحياه شكلها مختلف شديد. المختلف طبعا كثيرين من الناس لما الطلبه بتاعي في خرطوم ديل ولا خريجيه ولا الناس اللي قروا فيها ولا كده يتكلموا عنها بطريقه بوزيتيف، في ناس كثيرين بيزعلوا. انا شخصيا حاسه انه القصه دي اقرب لشعور ناس مدرمان تجاه مدرمان. حاسه ناس مدرمان ديل ما بيحبوا مدرمان شديد مش، وكي تقولوا مدرمان ما بعرف شنو كده والطابيه وكي تقولوا كلام من الناس بيضحكوا فيهم، لانه الناس اللي برا مدرمان شايفين مدرمان دي عباره عن قعر حجر يعني، حاره وبعيده وزقاقات. في ناس كثيرين بيقول لك الكلام ده، لكن الشيء الموجود في مدرمان اللي بيخلي الناس، انا طبعا مين من الدرو بالمناسبه اهلي في والدرو، فالناس اللي عاشوا في مدرمان بيوروك فيها جماليات انت بالعين المجرده كده ما بتشوفها. يعني ده نوع من العشق اللي انت بتعيشه داي باي داي، يوم بيوم، وتفاصيل انت بتعيشها داي باي داي. الجامعه برضه نفس القصه، وكليه الطب نفسها نفس القصه. لما تيجي تشرح ليزول جمال الجامعه ده والفائده حقته، ممكن يكون قايل لك جامعه خرطوم شنو كلها، ما بعرف بيجت شنو كلها بيجت شنو، تلقى ناس كثيرين برضو يتكلموا كده. الجمال اللي فيها اتزموت اباوت انها هي صرح اكاديمي بتبني البني ادم. جامعه خرطوم دي اغرب حاجه، جامعه اي حاجه، حتى لو قلت انا شنو ده بتلقى زول مميز اكثر منك. لو قلت بتقرا شعر بتلقى الناس اشعر، لو قلت بتلعب كوره في زول بيلعب احسن منك، لو قلت انت شاطر اكاديميا ملايين. انت بتكون قاعد في غاعة، نحن في كلية الطب دي قاعدين في غاعة، الناس اللي جواها ديل ما اوائل فصول، اوائل ولايات واقاليم وكلام زي ده يعني، ناس كانوا بيجوا الاوائل على مستوى البلد اللي هو فيها يعني. ففيها ذا كريم اوف ذا كريم، شطارة ما عندك طريقة، رسم ما عندك طريقة، غنى حتى الغنى حكمة ربنا، في ناس بيغنوا احسن منك، تمثيل بتلقى اللي بيمثل احسن منك، اي نوع من التالنت ولا الهوبيز ولا الحاجه اللي انت بتفتكر انك انت ما في زول بيعملها زيك بتلقى الزول اللي كان كومبيت، السياسه، الميوزيكال، اي شيء. ففرصه كانت جيده، لانه الناس اللي بيكونوا متفوقين اكاديميا دائما بيكون عندهم احساس كاذب بالامان، بيكون عندهم فولس سنس اوف سكيورتي انهم كده اخر حظه في الصندوق. لما تيجي محله زي دي بتكتشف انه ده كله كان مجرد كلام قاعد في راسك انت والاخر حبه في الصندوق العاية، في ناس كتار انت بس ما جاءت فرصة انك تعيش معهم يعني. فبتلقى القصة دي انك انت محتاج تبذل مجهود كبير جدا جدا عشان نجمك يسطر. وفي الجامعة دي الزول اللي بيقدر انه يكون واضح والناس تعرف وكده بيكون ده زول فعلا عمل شيء كثير يعني، عمل شيء كثير. حتى القيافة واللبس والهدوم، في ناس بيلبسوا احسن، وكان قلت شكلك سمح، في ناس شكلهم اسمح، يعني اي شيء ما عندك طريقة تتميز ما لم فعلا تكون انطب. فالجامعة فيها حاجات تانية كثيرة جدا جدا، بتعلمك العمل السياسي، بتعلمك العمل الاجتماعي، بتعلمك إنك تبقى زول، بتكون حتى شخصيتك ونفسيتك، بتساعد حتى في طريقة رؤيتك ووضوح الحاجات قدامك، تعاطيك لقدام. أنا غايت واحدة من الناس صنعتني الجامعة تماما تماما. أنا دخلتها كائن مختلف ومركت منها بعد 6 سنوات كائن شكله مختلف تماما شديد، وأدين للجامعة دي وللناس اللي أنا قريت معهم والناس اللي أنا زاملتهم، وتحياتي لهم من هنا ورحمة للرحلوا مننا يعني من الدنيا دي. لكن أنا يعني بفتكرهم من الناس ساهموا بإنهم يخلقوا الزول اللي لسه قاعد قدامكم ده أيا كان. ويمكن لأنه لحد يوم اللي أنا نحن طبعا متواصلين شديد ونتكلم مع بعض كثير، نحن كدفع وكده، ولسه بنلاقي بعض ولسه بنشوف بعض وبنخلي بالنا من بعض. فالطب النفسي، الطب النفسي عشان انا اختاره ما اخترته من اول مره. طيب يا دكتوره، قبلي معليش اقاطع قبل ما اخش للحته بتاعت يعني كلام جميل، وكلام يعني بجد يعني كلام مريح جدا، وانا اتمنى كل الشباب اللي بيتابعونا يعني انهلوا من الثقافه دي، الثقافه بتاعت انك انت تحب الحاجه اللي انت فيها عشان تبدع فيها يعني. ومرحب بكل الناس يا جماعه اللي انضموا لنا في الفيسبوك، وبرسل لك التحيه دكتوره معانا هنا في الزوم. الليله يا جماعه معليش حصلت في مشكله فنيه، انا ما قدرت اعمل البث طوالي في صفحه المبادره، عملته في صفحتي الشخصيه وعملت له شير،
فالناس المتابعين لنا في الناس المتابعين لنا في صفحة المبادرة هو ده نفس اللايف يعني ما 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 مسجل وكذا يعني أصلاً إحنا لايف وكذا يعني. بس هو وين على صفحتك أنت الشخصية يعني؟ على صفحتي الشخصية نعم وعلى صفحة على صفحة المبادرة يعني ممكن نعمل لك لو شير في صفحتك يا دكتورة لو. والله يا ريت لأنه أنا ما قادر حتى أشوفه وحتى أنا فتحت صفحتك السي ما قادر أشوفه. لأنه أنا من قبلك بيجيني مسجات إنهم دارين يشوفوا اللي هنا يعني. أوكي تمام. طيب انا قادر اعمل له يا احمد انت معانا لو معانا بس اعمل له شير في صفحه الدكتوره عليك الله تمام. انا بس عندي طيب. سؤال دكتور قبلي ايوه بس خليت تكلمي عن المدرسه الثانوي الابيض الثانويه جدا نزل من الابيض ولا شنو لا لا لكن مشيت كثير ف الناس تعرف انه التوزيع ذاته بتاع المدارس حاضر حاضر طيب انت عارف يا ياسين انت عامل شير لللايف لكن اللايف مقفول على صفحتك فبتجي لانه انا ما من الفريندز بتاعينك فما تمام انا عملت لك له شير في صفحتك فقدر اعمل له تشيك قبل ما تواصلي عشان الناس يشوفوا بس لانه فعلا كميه من الناس ارسلت لي طيب ايوه بس خلاص كده لكن انت عارف لحد هسه وانت حالتك عامل لي تاك انا ما قادر اشوفه ما قادر اشوفه اي لانه انت صفحتك بيشوفوها الناس الفريندز اللي معاك غريب أنا لأنه برضه عملته في صفحة المبادرة أنت عارفة لأنه الناس الفيسبوك عملوا change the settings بتاعهم أنا زمان كنت طوالي بعمل اللايف في الصفحة بتاعت المبادرة يا دكتورة ما في مشكلة أنا هرسلك حسي في الشات الرابط بتاع اللايف في المبادرة طيب وبعد أكثر تخطوه في صفحتك أوكي هاي نديره في الشات في الزوم هنا في الشات طيب ريه خلينا أشوفه طبعا لا أنا عشان نفتح الشات أنا Okay. طيب okay. الغريبة إنه دائما بيجي الحاجة ما بتفتح يعني بيقول دائما أنا available في حاجة شكلها غلط في حاجة شكلها غلط. عينو أنا ممكن أعمل لايف برضو صفحتي يعني ما أسمع عشان ما دار يعني أعمل لكم حاجة مشكلة مثلي. ممكن أفتح لايف صفحتي الناس بيسمعوك وبكونوا شايفيني أنا. خلاص جدا ما في مشكلة أي حاجة نحن دارين نحن حتى بعدين بعد تنتهي الحلقة بنحط في اليوتيوب ونرسل لك اللينك ترسل للناس برضو يعني. جدا. طيب. طيب نرجع ل طيب يا جماعه بس قبل ما الدكتوره تجهز السيتنج بتاعها نرحب بكم يا جماعه في برنامج ونس على دروب النجاح برنامج احد برامج مبادره الباحثين السودانيين المبادره العملاقه التي تهتم بشؤون البحوث شؤون العلوم شؤون الطلاب في السودان وخارج السودان الليله طبعا يا جماعه مستضيف على غير المعتاد طبعا السبت الفات والسبت ده لكن ان شاء الله من الاسبوع الجاي حنرجع للخميس الليلة طبعا معانا يا جماعة الدكتورة تماضر الحسن وزي ما قلنا الدكتورة تماضر الحسن غنية عن التعريف ويعني لقيناها كثير يعني لقيناها في خضم السوشيال ميديا بتدافع عن حقوق المرأة حقوق الأطفال بتدي نصايح عن الصحة النفسية وعندها كتابات جميلة جدا يعني حتى في المجال الثقافي يعني عندها كتابات جميلة جدا جدا فإن شاء الله نحن بعد شوية حنتطرق للحتة دي طيب يا دكتورة نرجع لسؤال أخونا أحمد ويتكلم لنا شوية عن الأبيض الثانوية يعني طبعا قبل ما أتكلم عن الأبيض الثانوية خلينا المفروض أتكلم عن الأبيض نفسها الأبيض دي واحدة من المدن السودانية اللي ممكن تكون هي تقريبا الأبيض والنهود دي بيشبهوا بعض جدا أنا عايشة فيهم كلهم الاثنين ويمكن النهود لأنه أنا قريت فيها بداية مراحلي الدراسية الأولى وبعد ذلك جيت درست المرحلة الثانوية في الأبيض الثانوية وكذا البلدين ديل فيهم كمية من الجمال ما عادي وفيهم كمية من اختلاط القبائل واختلاط الناس وعيشة الناس كانت بمحبة شكلها شديد ومختلف فبعد ذلك المدن حقت كردفان دي يعني أنا ما حصل شفتها من ناحية بتاع الجمال بتاع طبيعة وسهولة بتاع حياة وجمال بتاع ناس موجودين جواها بقدر الحاجة اللي أنا عشتها في الأبيض وعشتها في النهود فالبلدين ديل مختلفات شديد والبلدين ديل فيهم جمال شديد لما نيجي نتكلم عن الأبيض الثانوية من ناحية بتاع مدارس
الأبيض الثانوية دي خرجت كمية من الدفع وخرجت كمية من الناس البايونيرز والناس المشوا والناس اللي فعلا ممكن يكونوا ناس أكيفرز. نحن مشكلتنا بس الوحيدة في السودان إنه الناس ما قاعدين يكونوا ليدرز. ما عندنا ليدرز حقيقيين. لو خلينا نحن محتاجين مصنع. عندنا ناس مميزين في الحاجات اللي هم بيعملوها، لكن لما نجي للحتة بتاعت إنه الناس تكون ليدرز وكده بيبقى الضوء شوية ما مسلط على الناس. فالأبيض الثانوية مدرسة من المدارس اللي برضو بيساهم في خلق البني آدم، والناس بيديها أعمار صغيرة، وكل ما أنت تكبر كل ما كانت الحاجة شكلها مختلف شديد، وكل ما كانت الوعي اللي بتبسه جواك مختلف، بيتعرفوا على مواهبك وبيدعموك عشان يعملوا منك زول لقدام قابل إنك أنت تمشي جامعات كويسة، وقابل لإنك أنت في يوم من الأيام يبقى عندك علاقة بوظائف شكلها مختلف وحاجات شكلها مميز وحاجات يعني انت you can shine it up. يعني تقول والله انا في يوم من الايام قريت في المدرسة دي وطلعت منها انا بالسيرة الكويسة دي وطلعت منها بالتشجيع اللي كانت بيشجعوا لنا عشان احنا نمشي لقدام. واحدة من المدارس اللي ما كانت بتهتم بس بالتعليم، مدرسة كانت عندها علاقة بالرياضة وعندها علاقة بالمنافسات والدورات المدرسية، ويمكن انا اتعلمت كمية من السكيلز من مشاركاتي كان في الدورات المدرسية والحاجات زي دي وكده. فالمدارس في زمن من الأزمان ما كانت عندها علاقة بالعاصمة ولا النجاحات كان عندها علاقة بالخرطوم، مرات كثيرة جدا جدا أو في أكثرها خورطقط وغيره وغيره من المناطق دي كانوا في ناس كثيرين بيخشوا من المدارس دي وادي سيدنا وخورطقط وغيره، والمدارس اللي كانت بعيدة والفاشر الثانوية وكريم الثانوية وحلف الجديد الثانوية وكده الناس كانت بتخش عضبرة والمحلات دي. هسه طبعا حاليا للقصة بتاعت إنه التعليم بيجا فيه جزء منه كبير خاص، ووجدت الناس اللي عندها قروش هي اللي ممكن تمشي لقدام، فتبقى في مشكله حقيقيه عند الناس حاليا انها هي تحاول ترجع الامجاد القديمه دي وتحتفي بانه في ناس من الاغاليم البعيده والولايات البعيده ممكن يخشوا جامعات زي جامعه الخرطوم مثلا، العلاقه من التنافس والقصه ما تبقى عندها علاقه بالقروش. ونتمنى انه في السودان الجديد يعني بعد الحاجات اللي احنا شايفينها دي السودان الجديد فعلا يحتفي بانه يخلي لنا مساحة للناس اللي قاعدين بعيدين من العاصمة محلات الرئيس منو والطيارة بتكون دي، يعني يدوا فرصة للناس التانيين العايشين في الأطراف إنهم يكونوا جزء من المسيرة تحت النماء بتاع البلد دي، ويبقى التعليم والصحة والحاجات حاجة مشاعة وموجودة في كل السودان، ما عندها علاقة بإنك أنت ساكن وين وعايش وين ولا بلدك وين. فنتمنى نعم. إنه نشوف الحاجة دي يعني أسوة بتجربة المدرسة الأبيض الثانوية. نعم. يديك العافية يا دكتورة. طيب نجي ننتقل للحتة بتاعت الطب النفسي وما أدراك ما الطب النفسي. أيوة. الاختيار ليه هو يعني بديتيه الأول موتيفيشن الحافز اللي خلاك إنك أنت تختاري المجال ده بالتحديد يعني. طيب. والله شوف أنا طبعا عشان ما أدعي إنه أنا كنت مثلا مغرمة بالطب النفسي وبعد ذاك بقيت طبيبة أمراض نفسية ده ما حصل. لأسباب كثيرة جداً جداً. أول حاجة نحن في الجامعة ما في زول قاعد يقرينا طب نفسي بالكثافة اللي هي مفروض التخصص بيستحقها، ولزمن طويل جداً جداً الطب النفسي ذاته كان هم لحد قريب ده يعني أنا أتخيل لي نحن قاتلنا في السنين الفاتت دي قتال عنيف جداً جداً سروا الميديا والحاجات دي عشان نغير من الصورة الذهنية عند حاجة الناس عن الطبيب النفسي. ولحد قريب ده كل الناس بيقولوا لك الطب بتاعنا الامراض النفسيه دي الناس مجانين يعني هو ذاته اللي رجعتهم دايرين زول يخلي بالهم منهم كده. انا افتكر غايته انا تماضر عاده هذا شرف الله الدعي وتهمه الله انكره، ما عندي مشكله انه انا اكون جزء حتى من الناس اللي انا بعالجهم ولا بشوفهم، وانا ام ليدنج كامبين اجينست الستيغما بتاعت المينتال هيلث، واتمنى انه يوم من الايام يصبح المينتال هيلث ذاته جزء من الحاجات الممكن الناس يتكلموا عنها زي ما بيتكلموا عن الصحة العادية. تيجي تتكلم تقول أنا والله عندي قحة وعندي حمى وعندي وجع راس والكلام العادي الناس ممكن يقولوا ما بيتحرك ده، يوم تيجي تتكلم تقول والله أنا عندي اكتئاب ولا عندي قلق ولا عندي توتر ولا غيره من الحاجات اللي الناس كلها بتعرفها، ومن غير ما أنت تخاف إنه الناس يعني يعينوا لك بنظرة فيها نوع من الدنيا. الحصل إنه أنا بعد ما خلصت الجامعة أنا اتزوجت طوالي وسافرتها سافرتها لزوجي كان موجود الوقت ذاك في باريس في فرنسا يعني، وقعدت هناك في الفترة الأولى ودرست آخر سنة في السوربون دي وطلعت منها، وفكرت إنه أشتغل في الأول أنا كنت بحب الانترنال ميديسين جدا بحب الطب الباطن يعني
ولما مشيت هناك كان شويه انك عشان تعمل التخصص ده كان شويه الباب مقفول، الفرنسيين صعب انك انت تشتغل معاهم، فما لقيت طريقه فيه. اشتغلت شويه كده في حاجه اسمها الجاسترونتولوجي اللي هي الحاجات اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي، وبعد ذاك بديت اشتغل مع الاطفال، بديت اشتغل في مستشفى اسمه نيكير. اي نعم المستشفى اسمه غريب لكن هو من اكبر مستشفيات الاطفال هناك في العاصمه الفرنسيه باريس يعني. وانا بالمناسبه اول جواز شلته وانا قعدت برا كان جواز فرنسي يعني، فانا ممتنه للفرنسيين جدا جدا في انهم دعمونا يعني في فتره من الفترات، وانا قدرت اكون معاهم يعني. فولدت بنتي الاولى، ولدت بنتي الاولى في الفتره دي يعني اللي هي اسمها طلطله، حاليا حيكون عمرها ان شاء الله 16 سنه بعد 3 شهور، بعد 3 اسابيع يعني من الساعه. فالوقت ذاك لما انا مشيت الكلام ده كان في 2005، وبدأت حياتي هناك وكده عشان اشوف انه انا كان اي موف البيزنس ده يعني. فالحكايه كانت صوتف وكانت صعبه شديد. وتو بي اونست معاك يا ياسين، انا طبعا قاعده اقدم نفسي كزوجه يعني، انا من الناس اللي بفتكر انت لحظه تقرر انك انت تقدم روحك يعني، تقرر انك انت تتزوج ويكون عندك اطفال يعني، الوظيفه حقت الزوجه والام اهم من اي وظيفه ثانيه في التاريخ. انا غايته شخصيا صح. يمكن يكون ده اول فاشن شويه مني، لكن انا كده بفتكر انه موافقك تماما، موافقك تماما في الحته دي يا دكتوره. ايوه انا بفتكر الام والزوجه ديل، ام وزوجه ديل يعني استيطاسين خرافيات لا يعلى عليه، وبالذات لما تكون انت مختار يعني بمزاجك انت عايزهم، وانت مؤمن بهم ومؤمن برسالتك دي اللي انت ربنا اداك ليها دي. وانا جواي ام كبيره شديد يعني، انا عندي علاقه ببناتي دي، انا امي ربتنا بطريقه فيها محنه شديده، واخذت روحها دي في قلب كل واحده مننا، فبقيت عندي انحياز شديد لدور الامهات وقررت. لكن كمان في نفس الوقت انا جواي حاجه كده زي المصريين بيقول لك اليد البطاله نكسه، فاليد البطاله نكسه دي ما بتخليني اقعد في البيت، لكن كمان في نفس الوقت دايرة أعمل حاجة ما تحرمني إن أنا أكون أم. فلما قعدت أشتغل، وكانوا بيشتغلوا بالنظام الـ 24 ساعة هناك في فرنسا في الوقت ذاك، بتشتغل 24 ساعة، لما تجي البيت أنت بتكون داير تنوم الـ 24 ساعة البعدية، ما بكون عندي تاني طريقة إنه أنا حتى أشوف بنتي اللي أنا ولدتها دي يعني. فغررت قلت والله أصلا هي القصة لو عاملة كده أنا مفروض أشوف حل يعني، في ملايين الأطباء وفي ملايين الناس اللي شغالين الشغل ده، وممكن يكونوا ما في زول حتى بيعرفهم ولا في زول منتبه لهم. إذا كان في شيء ودينك نصيحتي أنا سبق قديمة لكل الناس اللي ستارتنج حياتهم، ما تبني مجد أيا كان المجد اللي أنت داير تعمله دش داير تعمله ده على حساب بيتك وأولادك أصلك، ما تعمل مجد زي ده سواء كان راجل ولا مرأة، وبذات الأمهات في مجتمعاتنا لأنهم هم مسؤولين من تربية الأولاد، مسؤولين مخلينهم لينا. فإذا أنت خليت الأولاد دي من غير ما تكون بترعاهم رعاية قريبة ومخلي بالك منهم كده، أي تكسب مادي وأي تكسب أكاديمي وأي نوع من المكانة الاجتماعية من غير ما تقوم بواجبك تجاه أولادك ديل، وعملت الصيت والمجد بتاعك ده بإنك أنت ما مدي وقتك لأولادك، وأولادك ديل حصل لهم حاجة وما نجحوا ولا حصلت حاجة ما نفعت، فحاجة دي أرى اكتفايه بالحاجة دي ما بتصحح يعني. لما تحصل ديفيسيت ولا يحصل مشكلة في تربية الأولاد وتقويمهم منهم أطفال ولما يكبروا، عشان الواحد مشغول بامتحان ولا مشغول بقراية ولا مشغول بمستشفيات ولا مشغول بشغل بنشريه كتير ولا شفتات لزمن طويل ولا حاجات دي، أي ديفيسيت ما بيصحح ما بيرجع. الشغل والقراية والحاجات دي عندها زمنها، أي في أي وقت أنت ممكن تمشي تعملها إن شاء الله بعد عمرك 100 سنة، لكن تربية العيال، العيال ما بيبقوا أصغر والعيال بيفضل في الوقت ذاك. دي كانت فكرتي في الوقت اللي أنا بديت أفكر فيه، إنه أنا عشان ذاتي عندي علاقة بأولادي وعشان إحنا الاثنين نقدر to check on the same page، أنا محتاجة إنه أنا أربي جوا الناس دي نوع من الذكريات. إذا أنا بشتغل الشغل ده، أنا طبعاً مؤمنة إنه البني آدم مربوب الذكريات، علاقتنا مع بعض مبنية على الذكريات. أولادي بيتعلموا مني أنا as a role model، بيشوفوني أنا وانا leading by example. الناس بيربوا بعض بالطريقه بتاعت انه انا اشوفك انت بتعمل شنو انا بعمل زيك. اطفالنا دي المغلدين بس بالمناسبه، واذا ما لقوك انت الاب والام عشان يغلدوك فبيبدوا يقلدوا الناس التانيين، وده اللي بيخلي الاولاد والبنات يثقوا في ناس خارج البيت ويمشي معاهم ويتكلموا معاهم ويعملوا معاهم علاقات ويخلوكم انتوا. وبعد ذاك يقول لك اذا لم تتحدثوا اليهم صغارا
لن يتحدثون إليكم كبارا. ويمكن دي الحتة اللي أنا خلتني بعد ذاك إنه أخذ القرار في إنه أنا I need to find a job دكتور. لكن في نفس الوقت الدكتور ده مفروض يكون على الأقل موجود. فبذكر في وقت أنا كنت شغالة في المستشفى هناك الناس اللي كانوا بيجون في المستشفى ناس نضاف كده وسمحين. أنا كنت بشتغل في الأطفال اللي عندهم الصرع، أغلب المشاكل الميديكال اللي عندهم صرع ويكون معاها أمراض نفسية. فكانوا بيجون ناس من السايكاتري هناك، ناس نضاف كده وراقين ودمهم ده جاري في عروق ما بتحس بهم شيء، حس الدكاترة ولا العذاب ده ولا كده، أمورهم ضابطة جدا. فأنا عجبتني القصة دي، فبديت أسأل يا إخواننا أنتوا حاصل لكم شنو؟ فقاموا قال لي والله إحنا بنشتغل في السايكاتري. السايكاتري ده طبعا الناس السايكاتري أكثر ناس بيعرفوا يسوقوا لمجالهم. أول حاجة هم بيدوك إحساسين إنهم رايقين، والشيء الثاني بيدوك إحساسين إنه الدنيا دي أصلا ما صعبة، الدنيا دي سهلة. في ناس كثيرين بيشوفوني أنا بفتكر إنه أنا I'm doing really very well وموري تمام التمام، لكن خلينا إحنا ده لأنه شغلنا ذاته بدي إحساسين إنك أنت ما عندك أي مشاكل يعني، أو أنت متوفر متواجد يعني. فقاموا قال لي إحنا بنعمل السايكاتري ده، والسايكاتري ده من الحاجات اللي فيها البنفيت بتاع الأنتي سوشيال أورز، اللي هي القصة بتاعت إنك أنت بيكون عندك قدرة على إنك تعمل معادلة للحاجة اللي اسمها الورك لايف بالانس، اللي هي أنت يكون عندك لايف وعندك ورك الاثنين. فالورك لايف بالانس ده واحد من الحاجات اللي بتخلي البني آدم مور بروداكتيف، بتخليك منتج وبتخليك تدي وبتخليك عندك قدرة على إنك تكون زول معطاء وزول خطير وزول كويس. فلما اتكلمت مع السيكان هم اثنين يعني، واحدة سايكولوجيس معالجة نفسية والثانية سايكاتريس اللي هي طبيب زينا، فقلت لهم القصة دي كيف؟ قام قال لي والله تقدمي للتريننج وتشوف انه الحاجة دي تعمليها كيف. وكنت الوقت ده كان اوريدي اي ستارتد التريننج بتاع الاطفال وكده، فقمت قلت لهم خلاص انا بشوف الموضوع ده كيف. فقررت انه انا اقوم اجي بريطانيا. الحاجة الغريبة انه في فرنسا عشان تتخصص طب نفسي صعب جدا جدا، مرغوب شديد هناك، والبيمن حقه عالي، بيدفعوا للناس قروش كثيرة. فأنا قررت أشيل حاجاتي وأقوم أجي بريطانيا. الوقت داك معي بناتي الاثنين ديل صغار، وأبوهم طبعاً الليلة أنت يا ياسين حتزني من كل الحاجات الناس نفسها تعريف أنا يوم واحد ما تكلمت عنها. فالليلة يوم المكاشفة أبوهم ما طبيب، أبوهم زول محاسب وكان بيشتغل في السفارة الكويتية في باريس، ما كان عنده طريقة إنه تكويت جاكو، ما عنده طريقة كان يخلي شغله. وأنا ذاتي أصلاً ما بحب الناس اللي بيعملوا ساكريفاكشن عشان تفيديو. بعدين كالمسافة ما كانت بعيدة بين نيوكاسل وباريس بالطيارة تقريباً 45 دقيقة. يعني إحنا كنا بنمشي every weekend وهو كان بيجينا برضو كل أسبوعين، كل أسبوع مرة، وكل إجازة بيجي وقعد شهر وشنو. المهم مشينا أمور في الفترة الأولى يعني. وبعد ذاك أنا بديت التريننج، وبديت الأربع سنين الأولى حاجة اسمها الكور تريننج هنا في بريطانيا. وبناتي بدوا يكبروا، لما بناتي بدوا يكبروا في حاجة يمكن هنا أشاركة مع السيدات أكثر من زول أشاركة مع الناس البروفيشنال. أولادك لما يكونوا صغار شديد أطفال، وبالذات للسيدات العاملات شغلهم ما كثير، مع إنه في ناس كثيرين بيفتكروا إنه الطفل صغير لأنه طبعا داير مراقبة شديدة، لكن الطفل لما يكون ديتو بيزا وتغيير بامبرز المشكلة دي ما كبيرة. الطفل تبقى مشكلته كبيرة كل ما يكبر، كل ما يحتاج إنك تكون موجود وتونس وتتكلم وتضحك وتهزر وتطلع وتقعد معاه. كل ما يكبر كل ما بتكبر مشاكله، وكل ما يكبر كل ما احتاج لك أكثر. وأنا زي ما قلت لك أنا أم أنا أم الدكتور دي شغلة جنبه بس، لكن أنا أم. فعشان كده قمت قررت إنه القرار نمرة اثنين إنه أنا أوقف الشغل بتاع التريننج. يا أخوان الزول بيبقى كونسلتن كيف؟ قالوا لي في طرق ثانية كثيرة جدا جدا الزول ممكن يبقى منها كونسلتن. أول شيء غررت إنه أنا أوقف كل النبطشيات، أصلاً ما حشتغل النبطشيات لأنه لقيت إنه النبطشيات دي عشان أنا أشتغلها أنا مفروض أكون بعيدة من البيت، مثلاً أشتغل بالليل أو بالنهار أكون نايمة أنا ما بكون شايفة ما قادرة أتكلم معهم. فقررت إنه أمشي في اتجاه حاجة اسمها ميدل جريد، والميدل جريد دي في بريطانيا هنا يمكن نظام ما معروف في السودان، اللي هو أنت ممكن تشتغل حاجة اللي هي أنت مختص اسمك. بس أنا حالياً اسمي أسوشيات سبيشاليست، ما اسمي ما اسمي استشاري، اللي هو كونسلتنت استشاري. فانا مختص طبيب مختص، لانه بعد ما خلصت الاربع سنين بتاعت التخصص الاولى اللي هي حاجه اسمها الكور تريننج، وكان فضل لنا هاير سبيشاليتي تريننج، شلت روحي برا التريننج. انا اكثر زول في الدنيا دي يا ياسين يمكن انا بحب نفسي جدا، اكثر زول في الدنيا دي رحيم بيرقص معايا، اصل حاجه تكلفني اكثر من طاقتي دي ما بعملها.
حتى لو الناس اللي حوالي بيعملوا قدرة 100,000 مرة. وأنا تخيل لو كان في حاجة من الحاجات اللي أنا ممكن أشاركها مع الناس، إنك ما تكلف نفسك أصلاً أكثر من طاقتها أصو، وما تستنى زول يرسليك ولا زول يقول لك والله ده طول مش عليك. لا، أي زول يعرف إنه هو شنو بيقدر يعمله وشنو ما بيقدر يعمله، شنو اللي بيتحمله وشنو ما بيتحمله، شنو ممكن يمشي لقدام وشنو المفروض يجيب هسه. فأنا من الناس الصريحة مع نفسي شديد جدا جدا، وزي ما قلت لك أنا برضو ما ببني أي مجد علي 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 روينز ولا على أي فتات بتاع بيوت ولا على أطفال ولا كلام زي ده ولا كده، فوقفتها وبقيت موجودة مع البنات. لكن كمان في نفس الوقت اللي أنا وقفت فيه وبشتغل من الساعة 9 للساعة 5 خلال الخمس سنين الفاتت دي، أنا تقريبا ما طولت في بريطانيا، أنا لي 10 سنين بس، لكن خلال الخمس سنين الفاتت دي أنا عملتها اللي ما بيعملوه الاستشاريين، الحمد لله رب العباد، وأنا so proud of الحاجة دي، لأنه فعلا اشتغلت في نفسي شديد جدا جدا. وأكثر من الناس اللي بيعملوه، الناس اللي بيمشوا على نفس النسق المعروف الشارع المفتوح. فأنا تيوتر بدرس في كلية الطب في نيوكاسل، عندي مجموعة بتاعت medical students بدرسهم مرتين في الأسبوع، في نفس الوقت بشتغل as a appraiser من الناس ده غير الشغل الكلينيكال، يعني الشغل الكلينيكال بتاع المستشفى أنا بشتغل في إعادة التأهيل للمرضى النفسيين المصابين بالذهان، وعندي عنبر كامل حقي أنا بشتغل فيه. في مستشفى هنا عندنا في نيوكاسل اسمها سان جورجز بارك، أنا قبل كده خدت ريكروتمنت لسينيور دكتور فيها، ممكن الناس لو حابين تاني يرجعوا يشوفها لأنه لسه احنا محتاجين الناس. الحاجة الثانية قمت عملت حاجة تانية، قمت بجيت أبريزا. الأبريزا عندنا هنا هنا الناس اللي بيقدروا يقعدوا مع الدكاترة حتى لو كانوا كونسلتنس، بيقعدوا مع الدكاترة بيشوفوهم يشتغلوا كيف، بتكتب عنهم ريبورتات، عندنا areas محددة كده بنعمل لها assessment بنتأكد إنك إنت you doing very well فيها ولا لا. فأنا من الناس الشوية في الجريد حقي أنا مبريزة يعني. في نفس الوقت أعمل coaching، أنا بعمل coaching للناس وبعمل mentor طبعا هنا في UK، وأتمنى إنه نشوف النظام ده في يوم من الأيام. وتخليه يا ياسين اليوم دي كنت حاضر الكلام اللي قلناه وانا نورين انه اي زول بيحتاج سوبرفايزر، صح؟ ايوه، فبيحتاج سوبرفايزر، بيحتاج زول يعمل له كوتشنج، بيحتاج زول يعمل له منتورينج. فانا بعمل منتورينج للناس لانه انا بحب فعلا اخدم الناس، وبذات الاوفرسيز والناس اللي بيجوا البلد دي ويكون رايح لهم الدرب في المويه، فام تراينج انه تو هيلب الناس واوريهم الاوبورتونيتيز الموجوده وكده. أنا بعمل كلينيكال سوبرفيجن للترينيز الصغار، الناس البعدين الترينينج الجديد برضو دي عادة ما بيدوها للميدل جريد، فأنا بشتغل في نفس الحاجة، بحاول قدر إمكان إنه أنا أعمل كلينيكال سوبرفيجن للناس. ومن الحاجات الثانية اللي أنا بعملها دي الحاجة اللي أنت قلتها قبل شوية، اللي هي حاجة اسمها البيرسونال افكتيفنس. البيرسونال افكتيفنس دي هي مهارات تنمية الذات باللغة العربية، وبتعتمد على إنك أنت تنمي مهارات عند الناس. الشيء ده ما عنده علاقة بالطب النفسي شديد، لكن في أطباء نفسيين كثيرين يعني بيحبوا الحاجة دي لدرجة إنها بقت كل التريننج بيكون عندنا نحنا. فأنا بعمل تريننج للناس عشان يبقوا ترينر للبيرسونال افكتيفنس، للحاجات عندها علاقة بتنمية مهارات الذات، اللي هي كيف تصنع غائد، كيف ممكن تكون بني آدم ملهم، وكيف ممكن تكون دول انفلونشل، كيف ممكن تكون انفلونسر على الناس اللي حوالينك، كيف انت ممكن تأثر على محيطك والناس اللي معك، كيف تتكلم، كيف ممكن انت تكون عندك مهارة بتاع الكلام تخلي الزول قدامك يقتنع بأفكارك، سواء كانت المهارة دي خطابيا ولا المهارة دي كتابة، يعني وسائل التواصل بين الناس. الحاجة دي في ناس ربنا بيخلقهم بيها بكونوا خطيرين أصلا، في ناس ربنا خلقهم مقوهين، وفي ناس بتعلموها تعلم، نحن قاعدين نعلم الناس اللي بيتكلموا كيف كيف ممكن تعمل مانيجرز، وكيف ممكن تعمل ليدرز، والفرق بين الاثنين، كيف ممكن تدير الصراع. نحن طبعا عندنا مشاكل كثيرة في الشخصية السودانية، إنه الناس ما بيعرفوا يديروا الصراعات، لازم يفوزوا، مع إنه مرات كثيرة الفوز ده ما في مصلحته. فبشتغل في الأرياز دي، ويمكن ده كلفني وقت كثير جدا جدا، وكلفني وأنا من الناس برضو من الأوفيشال إكزامينرز، من الناس الممتحنين الرسميين للناس الموجودين في جامعة نيوكاسل. معانا هنا خريجي كلية الطب، فأنا من الناس اللي بيقعدوا في البانيلز عشان تؤسس الطلبة، وأنا من الناس اللي بيعملوا ريكروتمنت، بيشغلوا الناس في التراث حقتنا، وبقعد في البانيلز والله يا دكتوره. يعني ما شاء الله، ما دار قاطعك، لكن ما شاء الله تبارك الله. يعني دي يعني ديزل يعني اكيف الحاجات دي في 10 سنه وفول تايم يعني ام وكده، يعني حاجات ما سهله بالمناسبه.
من 9 ل 5 ايوه يعني ومن 9 ل 5 يعني دي انا بتمنى والله كل الناس يعني اللي بيتابعونا يعني يستفيدوا من الحاجات دي، لانه دي محاضره يعني ما بتتلاقي بها سهله. تخلي الدكتور حماضر لو زول ده يجيك في المستشفى وكده الا يجيك ثرو سيستم، يعني ما بيجيك كده طوالي. عشان فنحن الليله يا جماعه جبنا لكم الدكتور حماضر دي تديكم الحاجات دي، ودي يعني نفاجات كثيره جدا. يعني هسه انا بكتب يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجات بدينا من الابيض ومن تربيه الام، وبعد شويه جامعه الخرطوم والاعتزاز بجامعه الخرطوم، مشينا للمدرسه الابيض الثانويه، جينا بعد ذاك لباريس مستشفى نيكير، بعد ذاك الورك لايف بالانس سان جورج بارك، يعني الحاجات دي كلها والشغل يعني الشغل بتاعي كله شغل بتاع جوده. يعني الابريزل انا ذاتي في شغلي كنت بعمل ابريزل للتيتشنج ستاف وكده، يعني فانك انت ذاتك كونك تراقب الجوده دي بالمناسبه دي حاجه، اول حاجه يعني دايره نوع من الامانه، تكون امين وتكون دقيق، لانه انت الريبورت اللي بتكتبه ده ممكن زول يمشوه، يعني ما يشتغل لانه يكون ما كفء للحاجه دي. والله شنو يا دكتوره؟ وفي نفس الوقت تكون لا فظا ولا غليظ قلب. يعني انا طبعا انا من الناس اللي بكره الترصد شديد، بعدين بفتكر اي بني ادم عنده امكانيه انه يعيد الحاجه اللي عملها، انا من الناس اللي بفتكر انه الوسيله الوحيده اللي بتوريك انه البني ادم يحاول انه يخطي. فعشان كده حتى لما اعمل ابريزل، الابريزل بيكون فيه دعم وفيه جايدنس وفيه توجيه اكثر من انه انا اشوفك انت عامل شنو صح وشنو غلط. ومرات بوريك انك انت الحاجه الفلانيه دي عيده كده او اعملها كده عشان تديك نتيجه شكلها مختلف. فانا مؤمنه بالريفلكتيف براكتس في حياتي انا اللي رقبتي في تعاملي مع بناتي، في الناس اللي انا بتعامل معاهم وفي الناس اللي انا بشتغل معاهم. انا عاده فيري سبورتنج الناس، يعني بفتكر انه البني ادم ده عشان يمشي لقدام محتاج انه الزول اللي قاعد قدامك ما يتربص بيك وما يترصدك. كل ما كان البني آدم مترصد ومتربص بالناس والناس اللي حوالينه، كل ما كان قادر يعمل النوع ده من الجوكس اللي انت بتتكلم عنها يا ياسين. وطبعا في أوروبا هنا إذا انت كمان حاولت تبقى جمال، إذا الحاجة شكلها feeling apart وحاولت انك انت مثلا عشان ما تحرج زول وحاولت انك انت تغطي على حاجة زي دي، في نهاية تجي تقع في راسك انت. فكمان في نفس الوقت تبقى very honest وتبقى very transparent مع الجهات اللي انت بتشتغل فيها، إذا ما كان الزول اللي قدامك ده ما قادر يطلع من الحتة اللي خاطي نفسه فيها. فأنت محتاج إنك تقول والله أنا فلان حاولت واجتهدت في إنه هو أخليه زول كويس وكده، لكن أو حاولت إن أنا أوجهه بتوجيه شكل مختلف لكن ما قدر. فthis is what happened. الشغل بتاع الابريزل بيعلمك إنك حتى لما تكتب الكونستركتيف كريتيسيزم اللي هو النقد البناء تكتبه بلانجويج ما فيها نوع من الهيرتين. أنا تخيل لي القصة دي كلها في جزء منها تربية طبعاً، نحن محتاجين نربي بعض بالطريقة اللي نتكلم بيها، لكن كمان برضو إذا كان الزول كبير ما في طريقة إنك تعيد تربيته، عيد تعليمه ببساطة، مرنه. أنا من الناس المؤمنة بالترينينج، أنا أي حاجة بعملها الليلة بقعد كم سنة سنتين ثاني برجع أعملها هي ذاتها، عشان كل مرة أنا أشوف نفسي بعمل شنو. واحدة من الحاجات برضو اللي أنا بعملها وممكن نحن إن شاء الله to organize sessions زي دي، إنك أنت how to get a job، أنت كيف ممكن تعمل interview، كيف تقعد وكيف تتكلم، كيف تغني على زولك قدامك، وكيف ممكن تكون سبوتينج على الأسئلة اللي بيسألوك منها الناس. فأنت كيف ممكن تاخد جوبس، كيف ممكن تكون زول قادر تبريزنت روحك بطريقة كويسة، واللي هي طبعا حاجات البيرن اوت والاحتراق الوظيفي، كيف ممكن تصنع من حياتك وعملك حاجة ممكن تخليك تمشي لقدام. في نفس الوقت أنا من الناس المهتمين بالسايكوثيرابي جدا جدا، واشتغلت شغل كثير في العلاج المعرفي السلوكي، واشتغلت شغل كثير عنده علاقه بالسايكو دايناميك وحاجه اسمها الدايلكتيكال بيهيفير ثيرابي اللي هو العلاج الجدلي المعرفي. و اي نعم انا ما متخصصه فيهم التخصص اللي بيخلي السايكولوجيست يكونوا متخصصين في حته محدده، لكن انا من كثره ما بقرا ومن كثره ما بحضر تريننج ومن كثره ما بشتغل الشغل ده مع ناس بيشتغلوه، فبيجيد عندي فيه رغبه شديده ويمكن في النهايه اعمله لحد هسه انا ما قررت حاجه. وجزء من الشغل اللي أنا بشتغله خلانا نعمل تريننج عديل وكواليفايد فيه اللي هو عنده علاقة بالفاميلي ثيرابي، بنشتغل الشغل اللي عنده علاقة بمعالجة الأسر ومعالجة الأسر جواها الكابل ثيرابي والمريج كونسلينج والحاجات اللي ممكن تحصل بجوا بتخليك أنت عارف إنك هاو تو ليد الحاجة دي. فأنا أمتلك برضو عيادة حقتي بالمناسبة هي عيادة إلكترونية، وبعمل مع بعض المستشفيات الخاصة هنا معنا في نيوكاسل بالحجز. فإذا كان مثلا في زول بيتكلم عربي أنا بمشي أشوف الناس في الوقت اللي أنا بكون ما شغالة فيه، ممكن يوم السبت والأحد لأن أنا ما بعمل كولز يعني، فممكن سبت والأحد أمشي أشوف العيانين. أنا كنت رئيسة الجالية السودانية في نيوكاسل قبل 3 سنوات،
وعمي خديت رجلي في نيوكاسل لحد تاريخ اللحظة دي، أنا أي جالية سودانية وأي جمعية عمومية للجالية السودانية أنا كنت موجودة فيها. أنس حاليا أنا التريجر بتاعهم، ماسك المالية بتاعتهم ومسؤول عن التصريف الحاجات زي دي. أنا موجودة كعضو فخري في المدرسة السودانية للجالية السودانية بنيوكاسل، واشتغلت مع ناس كثيرين شديد، اشتغلت مع ناس كثيرين شديد، وكل مرة بكتشف إنك قدر ما تشتغل كل ما أنت بتتعلم. أنا عضو في جمعية اسمها، أو هي organization اسمها Women Empowering Women. أنا طبعاً في ناس كثيرين مصنفيني فمينيستيا ياسين بالمناسبة، مع إنه أنا شخصيتي أقرب للمرأة النمطية التقليدية، لكن كمان مع بعض الحداثة، مع بعض الحداثة. أنا الله أقبل الظلم على الإطلاق، ولا أرضى إنه الناس يظلموا السيدات، وأنا بفتكر إنه مجتمعنا ده فيه ظلم كثير جداً جداً للسيدات، سواء كان الظلم ده ظلم مجتمعي بالثقافة المجتمعية، والله ظلم عنده علاقة بالقوانين. وفي سيدات كثيرين أنا بشوفهم عندي في الكلينيك عندهم مشاكل كثيرة جدا جدا مربوطة بالخلفية المجتمعية دي نفسها، وأتمنى إنه نحن لقدام نقدر نتخلص منها ونبني مجتمع بيمشي على كتف الرجال والنساء سواء، كلهم يقدم الشيء اللي بيقدر عليه، وكلهم خلق لما هو ميسر له. دي أنا ما أفتكر ليه عندها علاقة بالجندر، دي عندها علاقة بالبني آدم as individual. يعني أي زول فينا أتي، أنت ممكن تكون أنت كراجل عاطفي أكثر مني، أنا المرأة ممكن أكون عاطفي، يعني ما في حاجة اسمها مرأة عاطفية وراجل ما عاطفي. في زول عاطفي وفي زول ما عاطفي، وفي زول عمل وفي زول ما بيعرف يفكر وزول ما بيعرف يفكر. يعني الحاجات النيجاتيف والبوزيتيف في حياة الناس من ناحية سلوك وأخلاق وكده ما عندها علاقة بالجنس حق الزول، ما عندها علاقة بإنك أنت راجل ولا مرأة، عندها علاقة بإنك أنت يا بني آدم. صح، وتخيلي يا دكتورة الحتة بتاعت الناس، المفهوم بتاع المساواة بين المرأة والرجل، في ناس ما قادرين يفهموا يعني من الجانبين، يعني ممكن من الجانب بتاع الرجال والجانب بتاع النساء ما قادرين يفهموا المساواة دي شنو. يعني المساواة بس زي ما انت قلتي قبل شوية، أي زول يدوه الفرصة يعمل الحاجة اللي هو بيقدر عليها، يعني بس بالضبط كده يعني بيقدر عليها. وأنا أفتكر هي ذاتها هي القصة ما مساواة، فأنت ما ممكن تساوي لك زولين جنسين ما عندهم اي علاقه مع بعض. يعني نسي ما في مره بتشبه راجل ولا في راجل بيشبه مره، ولا الحاجات بالمطلق كده اللي بيعملوها النسوان بتشبه الحاجات اللي بيعملوها الرجال. لكن انت كمان يكون عندك لما تيجي تعمل اسسمنت، انا تخيل لي ذات الكونتراست بين الرجال والنسوان من ناحيه بتاعه شكل، من ناحيه بتاعه طريقه تفكير، من ناحيه بتاعه تواجد انبوت وبصمه في التعامل في حياتهم. يعني بتدي الام للاطفال مثلا فور اكزامبل بيختلف تماما من بتدي الاب للاطفال. فأنت ما بتعمل حاجة عندها علاقة بالمساواة، أنت بتعمل حاجة عندها علاقة بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية دي اللي هي بتوحد الفرص، بتدي الناس نفس الفرصة، بتديك أنت، بتديني أنا تمادر، بتدي ياسين نفس الإمكانية إننا نحن تكمبيت. يعني ما يكون في أي نوع من الديسكريمينيشن ولا التفرغة ولا أي يعني بريجيز ولا يعني مزجع، يعني الحاجات اللي عندها علاقه بالتفرغ، الحاجات المبنيه على الشكل واللبس والكلام والشعر واللون والحاجات اللي انت بتحسبها للنسوان، هم ديل كنسوان، هم ده سبب الفلحان فيه وده بيعرف اللي وكده. فتبقى المسافه بينك وبين الانجاز النجاحات عندها علاقه بسرعتك انت الشخصيه الفرديه في انك انت تعمل. فانا اتمنى انه اليوم ده نشوفه في السودان، ونتمنى انه نشوف الناس يعني كلها مادة يدها إنها هي تمشي لقدام من غير ما تفكر إنه زول قدامه ده راجل ولا دمرة ولا الحاجة اللي بتحصل دي الناس قادرين يعملوها كيف. نحن كلنا على حسب تخصصاتنا نخدم في المحلات اللي نحن بنعمل فيها. نعم. بعدين تتلغي من غاموسنا كلمات كثيرة زي كلام النسوان وحق النسوان وشغلت النسوان وطريقة النسوان وضحكة النسوان اللي بيقولوها، اللي بيقولوها النسوان لبعض قبل ما يقولوها الرجال للنسوان، بيقولوها النسوان لبعض. أنا تخيلين مجتمعنا ده حل مفاتيحه دي كلها في يد النسوان اللي بيربوا أسا حاليا في جيل جديد ومختلف. أنا أفتكر ناس أحمد ديل ذاته وناس أحمد داود ديل من الناس اللي بيقوا شكلهم مختلف وبروميسينج. أنا طبعا very proud بشباب الثورة السودانية، الناس في كانوا في نهاية الطاشرات وبداية العشرينات، ده جيل quite promising ومختلف. ومن الظلم إنه نحن نحاسبهم سواء كانوا شكلا ولا مظهرا ولا بطريقة بتاعت عطاء ولا سمع ميوزيك ولا طريقة عيشة حياتنا الاجتماعية بمعيارنا نحن الكبار. كل ما كان نحن الكبار عندنا طريقتنا في تفكير بطريقة محددة، ما ممكن نربي أولادنا كما ربونا آبانا ولا زي ما نحن بنربي شكلنا العامل استحالياً ده. ما بتقدر تطلع أطفال بيشبهوك تماماً بالنقطة والشرطة لأنه ظروف الحياة مختلفة وحياتها مختلفة. تبادل الأجيال دي بيخلي العملية
بتاع تسليم الرايات مختلف، لانك انت بتدي اثكس وبتدي اخلاق وبتدي مورال، لكن نعم. طريقه معيشه الناس مع بعض دي وطريقه ادارتهم لحياتهم وحاجاتهم خلوها لهم. ما في زول بياكل، قالوا انجركم ما بتاكل درتين خليفين. لو كنت نعم. انجركم ما بتاكل درتين. نحن مشكلتنا انه انجركم دايره تاكل 1000 درت وما بندي فرصه للفريش بلاد انه تو جو ان اصلا. ما بتدي فرصه انجركم، ما بتدي فرصه للناس الصغار الجراد انه يخش، ادوهم فرصه انهم هم عشان على الاقل جزء من البلاد الجديد ده يبقى موجود بيناتهم ويعمل حاجه شكلها نعم. نعم. يوريكم انه هو ممكن يكون نعم. يديك العافيه. انت عارفه انت خطيتي يعني انت بجد يعني طبيبه يا دكتوره وفاهمه المشاكل بتاعه المجتمع السوداني تماما. يعني هذه واحده من يا جماعه الاهداف بتاعتنا في وزاره الباحثين السودانيين اللي هي تمكين الشباب بغض النظر انه الشباب دي المراه ولا بيت ولا ولد. يعني احنا دايرين نمكن الشباب دي، لانه انا شخصيا مقتنع وسعي دكتوره تماضر موافقاني الراي في الحته دي، انه هم الشباب دي هم الامل، هم الأمل. يعني الناس الكبار دي ما خلاص يعني بيقوا. يعني نسي دكتور تماضر دي بقت في الحتة بتاعت تعمل أبريز للناس وكذا وشنو يعني. فما ممكن نجي ننزلهم نقول له والله تعالى عملينا تدرب لنا الشباب دي على التيم سكيلز ولا حاجات صغيرة وكذا. تمام، ده الشغل بتاع الشباب. يعني عشان كده نحن في مبادرة الباحثين السودانيين دي من نجري ومن سوق ناس دكتور تماضر والجماعة دي كلهم نجيبهم عشان إنه ينقلوا لنا تجاربهم دي للشباب. تمام، انه ناس احمد داود وناس داليا وناس فاطمه وناس منى ومحمد وميسره دول كلهم عشان يجوا ياخذوا الرايه وياخذوها بالطريقه الصحيحه. يعني احنا يعني نحن في حاجات كثيره غلط، يعني حصلت علينا كثيره غلط، غلطنا في حق نفسنا، المجتمع غلط في حقنا، لكن احنا ما دايرين برضو الغلط ده يتكرر عشان نصل للحته اللي احنا فيها. يعني ناس احنا في السودان ده الازمه اللي احنا عايشينها ازمه بتاعت قيادات. فهذا أبغى أدني له السؤال بتاع يا دكتورة، نحن ليه عندنا أزمة بتاع قيادات في السودان؟ طيب كيف نحن نعالج المشكلة دي؟ طيب هي ما أزمة قيادات في السودان، نحن عندنا أزمة في السودان very complex. القيادة ده جزء منها بس يا دكتور، لكن نحن كنجينا لجد نحن عندنا مشاكل كثيرة جدا جدا. أول التيم ويرك برضو دي واحدة من مهارات الزاد بالمناسبة اللي بنعملها how to work in a team. نعم. عندنا مشكلة نحن مربيين عليها عندها علاقة بالإنفلونس بتاع زول واحد، هو ده المفروض يكون هو الأول. ويمكن حتى المدارس حقتنا اللي احنا علمتنا وخرجتنا وكده دي عندها المشكلة الأساسية دي، إنك أنت لازم تكون أنت الأول. الأول ده ما بتجي الأول عشان أنت يكمبيت مع روحك ولا أنت متنافس مع نفسك، لا، أنت متنافس مع مجموعة من الناس أنت لازم تطرحهم أرضاً، والناس دي اللي أنت بتكون حريص حتى لو بالمانيبوليشن بأي حاجة منهم إنه ما يفوتوك. وبيبدأ التنافس بين الناس أكثر من التنافس مع نفسك أنت في تحقيق الكمال. الكمال ده ما بني آدم، الكمال ده الكمال البشري مختلف من زول لزول. يعني أنا تماضر الكمال بالنسبة لي محدد بظروفي أنا، بقدرتي أنا، بالحاجة اللي أنا بقدر أعملها من الحاجات اللي ما بقدر أعملها. جبك أنا قلت لك عندها علاقة بالسوسين، وإنت كيف بتحين على رقبتك وبتحب رقبتك، وكيف أنت مثلا شايف إنه الحاجة دي ده ما زمنها. إحنا مشكلتنا الأكبر من ده كلها يا دكتور إنه عندنا ساعة بيولوجية واحدة. أول مرة أشوف لي شعب عنده ساعة بيولوجية واحدة. الإنجازات دي كلها يولدوك ويدخلوك المدرسة وتطلع من المدرسة وتخش الجامعة وتشتغل وعرسوك وتولد وتموت، وكله بتعمله within time frame واحد. أغرب شيء أي زول ما بيقدر يعمل الحاجة دي في الوقت المحدد المخطوط ده اسمه فاشل واسمه ما قدر. هسه انا مش بحكي لك من جيبك الحاجات اللي انا عملتها دي كلها يا دكتور ياسين. انا ما عندي ممبرشيب، ما عندي رويال كوليدج ممبرشيب، كويس، ما عملت امتحان الزماله. في ناس شايفين عدم وجود امتحان الزماله عندي ده زي كانه انا ما عملت اي حاجه، لانه هم عندهم بارامترز محدده في انك انت عشان تبقى to be recognized في حاجات محدده انت لازم تتك بوكسز. انا لازم اكون عندي الزماله ما بعرف بتاعت وين، ولازم اكون عندي الحاجه الفلانيه، مع انك انت ممكن تعمل حاجاتك بطريقه كويسه جدا جدا وتصل لبغيتك وتبقى معروف وتبقى زول عندك انبوت وتبقى عندك حاجات كثيره جدا جدا، وبطريقتك بمزاجك انت وبالواي اللي يريحك وبالبرايورتيز حقتك وكده. لا، ما في حاجه اسمها في السودانيين ما عندهم حاجه اسمها اولويات شخصيه، لا، في اولويات مجتمعيه، كلكم تكونوا ضمن الاولويات المجتمعيه دي. حتى الناس المتعلمين للاسف الشديد، الناس المتعلمين بيكونوا اي حاجه حقتهم بيعملوها بطريقه واحده. عندنا الدكاتره فور اكزامبل، مثلا الدكاتره عندهم واي محدد في انهم هم ينجزوا حاجاتهم. اللي ما بينجز الحاجه دي لا بيكون مستمتع بانه عنده حياه اسريه،
ثابته وكويسه، ولو انه هو بيعمل مثلا شغل مجتمعي كويس، لا انا لازم اكون عندي مثلا خط محدد في الحاجات اللي انا بعمل فيها. اي شيء برا الموضوع ده ما 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 بيكون عنده قيمته، ما بيكون عنده قيمته للاسف الشديد. ف ده نمبر 1. نمبر 2 اللي هي القصه بتاعت انه نحن بنتنافس، ما بنعرف نجدو مع بعض، ما بنعرف نرفع صوتنا بالنشيد للاسف الشديد. بنعرف ننشد منفردين. النشيد المنفرد ده عندنا ناس فيه اساتذه ممكن يعملوا لك اوبرا عديل ويغنوا لك في حتات بصوت اي زول انت بيه، لكن خدتهم مع بعض نشاز خرافي. لا جوا السودان لا برا السودان كميه من التقاتل الغريب، بيتقاتلوا في لا شيء وبتصارعوا في لا شيء. ما في زول بيقدر يقيف على روحه ما بيقدر يقيف على روحه عشان يعمل حاجة، لأنه هو بيكون حريص إنه زول الواقف قدامه ده ما يسرق أكتر منه. ما تسرق من النور، ما تسرق من الضوء. أنا لازم السبوت لايت ده يكون علينا كل الوقت، يكون علينا. فللأسف الشديد دي واحدة من مشاكلنا نحنا في الكوميونيتي حقتنا، سواء كانت جوا البلد ولا برا البلد. ما في زول بيسمع التاني، وأي زول داري يسمع صوت روحه، واي زول هو داير يكون هو يقول له تماضل، واو تماضل خطيره، لكن ما بنعرف نتقاسم المجهود مع بعض ونتقاسم النجاح مع بعض. مع انه النجاح المتقاسم من اجمل انواع النجاحات. النجاح بتاع التيم مختلف تماما من النجاح الفردي. عشان كده معظم الشعب السوداني ده اذا ما كان كله اكيفرز، يعني انت بتلقى بقول لك فلان الفلاني، الدكتور فلان الفلاني، المهندس فلان الفلاني، المحامي فلان الفلاني، الاستاذ فلان الفلاني، ماسك حاجة من أكبر الحاجات الموجودة في العالم. وممكن في ناس وصلوا ناسا ووصلوا حتات كثيرة جدا جدا، لكن they are achievers يا دكتور ياسين. هم منجزين على المستوى الشخصي. الليدرز ما achievers بالمناسبة. الليدرز الناس اللي بيقودوا الناس ما بضروا يكونوا ناس منجزين على المستوى الشخصي بالدرجة دي. الأتشيفرز دي ناس كويسين لأنهم بيشتغلوا ليروحهم، مشوا رقبتهم ونجحوا نجاح فردي وبنوا بيوت وعملوا ستيتس وبدون قروش كثيره جدا جدا، لكن اوطانهم ما بتستفيد منهم. احنا كشعب دائما بنحل مشاكلنا على المستوى الفردي، وما كده بس، بنتعامل مع القصه انه والله كمرقت من بط، يعني جحا كمرق من بطن امه بس ده. يعني انا ما بكون حريصه اوري باقي الناس الثانيين يمرقوا كيف. للاسف الشديد ما في زول بيقعد عشان يوري الناس الثانيين. يعني انا تماضر دي شغاله في الريكروتمنت حقنا حقت راس هنا، كنت حريصه انه انا اخذت الدعوه حقتي لانه اجيب الناس يشغلوا معانا في التراث حقتنا في الويب سايت حقي. ما عندي مانع انه اي زول داري يشتغل في الحته اللي انا شغاله فيها، اميد يدي وادخله واجره واوريه انه الناس بيعملوا شنو. ده كله ممكن نعمله، لكن لو كل الناس الحتات اللي هم شغالين فيها في البلاد اللي هم قاعدين فيها، اذا كان انت ممكن تجيب ناس تمرين انه نرجع كلنا في يوم من الايام عشان نشتغل لخير البلد دي، الدنيا دي كانت اختلفت شديد. الدنيا دي كانت اختلفت شديد. نحن مؤمنين بأننا أي زول في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ده واحد من أسوأ الحاجات اللي ممكن تبوظ الشغل على الناس. ما في حاجة اسمها في الليلة الظلماء يفتقد البدر. في الليلة الظلماء مفروض يكون في ألف بدر مولعين إذا أنت ما فيش. الزول الناجح هو اللي بيعرف يمرن الجونيورز والناس اللي تحت والناس الأقل منه عشان تليد. أنا حكون very happy زي ما أنت عندك أولاد. إذا عندك أولاد كل ما أنت كبرت مفروض تكون بتعرف تدي أولادك المسؤولية واحدة واحدة، حاجة حتة حتة حتة، لما أنت تقعد تكون واقفين. نفس الحاجة دي أنت مفروض تتعامل بها مع الناس اللي أقل منك، تجهز السكسسر داي باي داي. إحنا ما عندنا تبادل الخبرات، الخبرة حقتي بمسكها لرقبتي عشان يوم اللي أنا أغيب الدنيا دي كلها تجيب. واحدة من الحاجات اللي قاعدة تحسس الناس بأنهم هم بأمان، أن لو ما عملت الشغل الحياة حتكون ما فيشة. فهذه مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه نحن ما عندنا سكسسر، ما بنعرف نعمل خلفاء، ما بنعرف نمرن الناس، ما بنعرف نفتح الباب قدام الناس، ما بنعرف نشجع الناس انهم يمشوا بنفس الطريقه اللي احنا مشينا بيها. وبندعامل زي القبائل النيليه اللي قالوا في شوكه بتكون في الشارع، كل واحد الشوكه بتقد عينه وما بتلفت يتنبه ينبه اللي وراه انه في شوكه بتقد العين، وكلهم بتقد لهم عينهم. مع انك انت ممكن تقعد وتتكلم وتوري الناس انه الشارع ده كعب والشارع ده وعر. يا اخواننا الحته دي اول بيبري اونيس معاك. والمشكلة إنه حتى في ناس بيفكروا يعملوا الحكاية دي زي الناس بتفهموا غلط، ولكن ما تعملوا كده عشان هما دايرنا نجي. للأسف الشديد في ناس حتى أنت لما تقول لهم مثلا الحتة دي يا أخوانا ما كويسة، أنا شايف إنه إذا أنت عملت حاجة بطريقة مختلفة ممكن يكون الأوتكم مختلف. فمشاكل التربية حقتنا كثيرة شديد،
مشاكل التربية حقتنا كثيرة شديد. بعد ذاك لما نجي كبار ما بنقدر نحن ذيل ذاتنا نربونا ذيل لأنه بنكون بقينا كبار الطريقة بتاعتنا نحن تجذر الحاجات مع بعض بطبقة صعبة شديد لما نقدر نشتغل مع بعض كتيم. وهسه ده شايفينه في الحكومات الجاد بعد الثورة دي يعني. أي زول دار يسحر وأي زول دار يكون هو المميز وأي زول دار يسحر هو اللي بياخد القرار وبنعمل لوبيهات في وقت نحن ما محتاجين نعمل فيه الحاجة دي. بعدين للأسف الشديد إحساسنا بتاع المحبة تجاه البلد دي ضعيف. بنحب بعض كناس وكأسر وبيموت في أهلنا وبيوتنا ونفاياتنا وشوارعنا وزقتنا والبيت وكده. لكن إحساس تجاه البلد العجوز التعبان الشجيان ده ما في ما في ما في زول بيحس إنه السودان ده بلده ما مفروض يعني ما مفروض إنه هو في اللحظة دي يفكر في تكسب ذاتي ليه هو ولا تكسب حزبي ولا حاجة تخصه هو لرقبته. ما في زول بحزب البلد دي يعني كشيء خصه هو يشتغل ليها حتى من إنه يشتغل لمرحلة محددة هي معمولة ل ل ل لاختبار قدرة الناس لإدارة الأمور. وتخيل لي ده هو ده جزء من الفيلير ذات اللي هي الإحساس بتاع التربية الوطنية. يعني حتى نحن في المستشفى حقتنا شغالين فيها دي في كمية من الأوفرسيز شغالين لوكمز بيشيلوا قروش كثيرة من الحكومة لأنهم بيشتغلوا لصالحهم هم الشخصي. نادرا خواجة بيشتغل لوكم بالمناسبة نادرا تلقى خواجة إنجليزي بيشتغل لوكم. فمرات كثيرة أنت عشان يعني هسه لما حصلت الكوفيد 19 دي يستدعوا كل الناس اللي كانوا مشوا ريتيرد الناس اللي مشوا ريتيرمنت ومشوا المعاشات كده جابوهم راجعين وجو. الناس فجأة الشعب القاعد ده فجأة ممكن يبقى لك جيش لأنه الناس عندها امتنان للبلد. وأنا تخليه هي اتزافيش السايكل لكن لأنه رب العباد نفسه سبحانه وتعالى قال الذي أطعمهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيربط الإيمان والعبادة به بأنك تطعم وتأكل وتشرب وكده عشان كده بتسمح كلام ربنا سبحانه وتعالى وبتعبده وبتشكره. المشكلة لأنه البلد دي كمان الفترة بتاعت الفقر طالت بالسنين 30 سنة والديسكريمينيشن والعذاب والتعنيف والقتل وبيوت الأشباح والكرف وعدم الحريات وقانون النظام العام ودق النسوان وسك الشفع وقلة الأدب والكلام الفارغ وبيوت العسكر. الناس يعني إذا أنا تماضر أنا 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 بقيت حبوه هسه وأنا أنا تربية الإنغاز لك أن تصدق كمية الدستركشن الحاصل لناس أحمد داود. فعشان كده الناس السيرفايفلز في البلد دي مفروض نحن نرعام. البلد دي في ناس كثيرين ما ممتنين لها لأنها لا أكلتهم ولا شربتهم ولا عملوا لهم أي حاجة فما كن عندك إحساس تجاهها. في ناس كثيرين زي ديل لكن تخيل لي نحن لو أسا كلنا بقينا فاهمين إنه الحاجة اللي أنا بتكلم عنها دي مفروض تكون بمعزل تماما في التعامل مع الحكومة يعني ممكن تمسك البلد دي في يوم من الأيام وتبوش الحكومة دي في إنها هي توقف البلد ده وتنفض منه الغبار اللي هو فيه وتمشي بقى لقدام الحياة دي بتكون شكلها مختلفة شديد. فنعتبر إنه الحكومة بتاعت الكيزان المشهد دي سوءة من سوءات الحياة سوءة شعب لأنه الكيزان ده لهم شعبي سوداني يعني من الشعب السوداني ما جايين من برا ما استعمار والزور سوءة من سوءاتنا. وإن شاء الله ربنا يجعل فيها كفارة لنا كلنا كده كشعب لذنوبنا وعمرنا الراح ده عافينا اليوم لله ورسول ولا تستار فروم ذا سكراتش. المشكله الثانيه عندنا نحن كشعب نقول معليش سامحنا وخلينا وفي الامر في حاجات الامر احنا ما قاعدين نسامح وما قاعدين نغفر فبتكون في كميه من الزعل وكميه من الاحقاد وكميه من الحاجات بوجود الناس. فوالله اتمنى انه يكون في نوع من العلاج النفسي للناس من الدخلات من فتره الانغاز. مع انه والله تخيل يا دكتور ياسين أنا اكتشفت وكنت أقول للناس أخضعوا لعلاج نفسي ولا زوروا الطبيب النفسي ولا شوفوا دكتور نفسي. الناس بيزعلوا زي بيفتكروا إنه دي نبز مع إنه أنا بفتكر إنه الطبيب النفسي ده من أهم التولز بتاع حياة البشر كونه تشوف طبيب ما هو هتلاقيني يعني أنا ما سأد بقفل عندي صوت ولا عندي حقنة شايلة في يدوني بتقعد تتكلم معي أنا وبنتونس ونشوف نحن كيف ممكن نساعدك ونشوف ممكن نمشيك لقدام كيف ونغير من حياتك. أنا من الناس المهتمين بالقصة تحت الصحة النفسية برضو من الحياة اللي أنا نسيت أقول لك. عندي شغل كثير جدا في الصحة النفسية للاجئين للمهاجرين عموما. أنا involved في كمية من حاجات السوشيال سيرفيس بالنسبة للأسر اللي بتجي البلاد دي. أنا لاحظت إنه في كمية من المشاكل مرتبطة بصحتهم النفسية. طبعا أنت لما تسافر من بلد لبلد السفر نفسه كتغيير خليك من الطريقة اللي تكون صعبة للسفر السفر من بلد لبلد فيه مشاكل كثيرة جدا جدا.
فلما تجي مثلا انت قاعد في الخرطوم ده عمرك كله، ولا قاعد في الشماليه، ولا قاعد في الغرب، ولا قاعد في الشرق، ولا الجنوب، ولا اي حته، عمرك كله ما مركت من بيتكم ده ولا خطوه. فجاه جيت لقيت رقبتك دي قاعد في بريطانيا هنا، لا امي لا ابوي لا اخواني لا اخواتي، براي مولاي كما خلقتني، ومعي عيال صغار، تحدي في الحياه، تغير بتاع مناخ، لغه، اسلوب بتاع حياه جديد. الشيء ده بالمناسبه كويس ديفاستيتنج للمنتاليتي بتاعت الناس. في كميه من الناس حصل لهم ديبريشن، وفي ناس كميه حصل لهم توتر وكآبة واحباط وغيره من الحاجات. لما نجي تاني للجزء الثاني بتاع الاحباط اللي ممكن يحصل للمهاجرين لما يسافروا من بلد لبلد ويجوا البلاد دي، في ناس بيدفعوا قدامهم ووراهم عشان يوصلوا ارض الاحلام، فبيكتشفوا انه البلد دي ما بتديك اي حاجه اذا انت ما بتشتغل. بالذات الدول زي فرنسا والمانيا وغيره وغيره معموله على اساس انك انت تشتغل، بتشتغل بتاخد، ما بتشتغل بخلوك تقعد زي ما الله خلقك. ايش ممكن يحصل لك بعد ده؟ غير كده في اكسبكتيشن هناك في السودان اللي هو دائما الناس بيخافوا انهم يتكلموا عنه، انه الاكسبكتيشن الموجود في السودان دي من الحاجات ما رياليستيك. اي زول قاعد في اوروبا الناس بيكونوا دايرين يشحدوا موبايل ولابتوب وبيكون يبقى هو النت، ما زي ناس السعوديه مثلا زمان، والسعوديه صارت بقت ما فيها قروش، لكن زمان يعني بيكونوا دايرين يشحدوك حاجات وبيكونوا متخيلين انك حتجيب قروش وحتكون في كميه من الحاجات وفي اكسبكتيشن منك، وانت قاعد هنا ما قادر تعمل شيء. الحياه بالنسبه لك صعبه، والدنيا بالنسبه لك صعبه، والافق مقفول تماما، انك انت تمشي لقدام الافق قدامك مقفول ومسدود، لسه محتاج سنتين ثلاث سنين عشان تعمل حاجه، ومستنينك في السودان 50 خشم فاتح دايرينك تجي. مخلص وصلت بريطانيا المفروض تكون بتلقط في الجنيه الاسترليني من المطار مثلا. فانا قعدت مع كميه من الشباب في ديفرنت سيتنج، بشتغل مع كميه من المنظمات فولنترلي، يعني بشتغل شغل طوعي كبير جدا جدا في دعم المهاجرين واللاجئين واللاجئين السياسيين وغيرهم وغيرهم، في انك انت كيف تشيل منهم الادج ده يعني. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتجي عن طريق السنبوك وبتجي عن طريق الصحاري الليبيه وبتجي بصوره صعبه جدا، في ناس بيجوا عن طريق تركيا بيركبوا القطر والعربات والحاجات دي من تركيا لحد ما يصلوا هنا. الموت يتهددهم في كل خطوه، في كل خطوه الموت بيكون ماشي وراك، والناس اللي بيركبوا السنبوك ده الحياه بتكون صعبه شديد، والناس اللي بيكونوا قاعدين في ليبيا ومروا بالصحاري الليبيه واخذوهم الليبيين ديل وشغلوهم في الحقول وقتلوهم وضبحون واساءوا ليهم، تخيل كميه الصعوبه اللي ممكن تكون انت حاصلك. البني آدم ده ما بني آدم، البني آدم ما أسد، البني آدم بني آدم بيحتاج لكمية من الترميم، بيحتاج لكمية من الاهتمام، بيحتاج لكمية من المحبة. كونه يقولوا لك إذا أنت جيت through very difficult experiences like that، وبذات الناس اللي كانوا حضروا المشاكل اللي حصلت في الغرب، الموت ومعسكر كلمة والضبح، في ناس شافوا أهلهم بيتكلموا قدامهم، في ناس جايين من جبال النوبة محل الضرب والجبال والحاجات زي دي ايام الجبال الجماعيه في الوقت ذاك الله لا عاد. الناس زي دي وصلوا اوروبا، هل بتتوقع انه ناس زي دي ممكن الحياه تمشي بالنسبه لهم عادي؟ كونك تكون رحيم بقدامك وتفتش له في كل الحاجات اللي ممكن تخليه يمشي لقدام، ده من احسن الحاجات اللي ممكن تخليك انت تبقى بني ادم فعلا فاعل، ويبقى في فايده لي انا كمنظر ذاتك جايه من بلدك، في انه انا انبهك انك انت تحتاج إنه يخلوا باله من صحتك النفسية. الرويال كوليدج أوف سانت كاترين الكلية الملكية البريطانية شغالة شغل كبير جدا جدا عنده علاقة بالصحة النفسية للمهاجرين عموما، الناس المهاجرين عموما، في باب كبير مفتوح لهم اسمه الصحة النفسية للمهاجرين، اللي هي أنت كنت تكون قادر تخلي بالك من صحتك النفسية، علاقاتنا مع بعض بتكون أحسن، تربيتنا لعيالنا بتكون أحسن، الشيء اللي بنقدر نحن ننجزه وبنقدر نصليه من هجرتنا دي أحسن. عشان كده بيدفعوا قروش كثيره جدا جدا لدعم الناس نفسيا في البلد دي. لما انا كزول مختص اجي اقول الكلام ده مثلا في قعده ولا في لايف في جروب ولا قدام الناس بوبليكلي، في ناس ممكن يستهدفوك من نفس الناس الجايين عبر عبر البلاتفورم، صح يزعلوا منك ويسيبوا لك وينبذوك ويفتحوا فيك النار ويهددوك، عشان تشوف انه الشعب السوداني ده ما عنده اي علاقه بالتخصصيه، صح. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه أي زول ممكن يفتي في أي حاجة، وممكن أي زول يقول لك وريني زي أنت بتعرف أنا بتعرف. ده زي الزول اللي بيكون مثلا ما بيتكلم فرنسي يقول لي طب ما درستي أنت بتتكلم فرنسي، أقول لي بتكلم فرنسي يقول لي كده يلا أثبتي لي، لو أنا قلت لك أي كلام أنت هتعرف كيف ده فرنسي، هي نفس القصة يعني. فالزول يقول لك أنت دكتور، أنت دكتور ولا أنت متخصص ولا أنت بتعرف الحاجة الفلانية وأنت بتعرف حاجة،
عندنا حكايه انك انت بتعرف حاجه دي اي زول ممكن يقول لك، والزول ده يكون لا يحسن حتى انه يربط حذائه، شبطه ده ممكن بيعرف يربطه. ففي حاجات كثيره جدا جدا، لانه نحن ما بنحترم بعض، ونحن ما بنحترم تخصصات بعض، ونحن ما بنحترم الكبسه حقت بعض، ونحن عندنا اساءه ظن ببعض للدرجه اللي ما بتخلينا نحن. وده اللي بيخلي ناس كثيرين بالمناسبه من الاكيبر يا ياسين يكونوا حريصين انهم يقدموا ليروحهم ما يقدموا للناس، لانه الناس ممكن فعلا صح. وده اذا ما شال الناس ما بيقدروا يعملوا حاجه. صح، ده كلام عظيم جدا جدا، وده يعني سبحان الله قال من الحاجات اللي خدتيها كمحور من محاور النقاش الليله. فيديك العافيه يا دكتوره، يعني نقلت لنا التجربه بتاعتك بصوره جميله وبصوره سلسه. يا جماعه بس نذكر انه نحن بعد شويه حنفتح المداخلات في اخر نص ساعه من يعني بعد 10 دقائق ان شاء الله وربع ساعه حنفتح المداخلات وحنشيل الاسئله اللي هو خدتها الناس في الفيسبوك. طيب يا دكتور، عندي في حاجه مهمه جدا جدا اللي هي الحته بتاعت الصحه النفسيه للمهاجرين. اتذكر انا اول ما جيت كنت في ليدز، يعني قريت في ليدز وقعدت في ليدز، وانا جاي مهاجر ذات وجيت البلد دي لاجي زيه زي اي زول، يعني ما كنت انا يعني. فاتذكر كنا في نقاش كده وكان معانا واحد محامي سوداني، فالنقاش كان محتد جدا، يعني كان ايام بدايه ايام 2004، يعني كان مشاكل دارفور دي كانت في اوجها يعني. فبعدين يعني الشباب كانوا بيتناقشوا كده بصيغه، يعني اي واحد كده يعني بيتناقش انه كانه هو يعني محلل سياسي، وكانه هو يعني خلاص يعني حاجه كده. فعندنا صاحبنا كده عايلين كده قام قال لي يا اخي راح يلا، قلت له خلاص خلينا نتناقش. قال لي تتناقش شنو؟ قال لي ده اي واحد فيهم مفتكر انه الاغامه اللي اداله في بريطانيا دي الكواليفيكيشن بتاعته خلاص، هو بعد ده ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يسيل دكتوره تماضر، ممكن يمشي يردم بروف علام في الفيسبوك خلاص يعني. فتخلي دي برضو دي مشكلة ما بتخلينا نمشي لقدام، يعني بالذات بقى تسع السوشيال ميديا، يعني الريدنج بقى عادي جدا جدا، يعني طوال أقل حاجة واحد يكتب لك أقل حاجة يقول لك يا أخي أنت مثلا كوز مندس، يا أخي أنت ما ناي، وأنت شنو وأنت شنو، بحين أنه أنت بتتكلم في حاجة براكتيكال، يعني حاجة علمية وحاجة أنت قريتها من الكتب، يا إما تعالي أنت أنقضني فيها، يا إما خلينا أنا أقول الحاجة العايزة يعني. صح، هي طبعا هي المشكله الثانيه نحن عندنا كشعب، هي طبعا هي مشكله البشر عموما، لكن عندنا نحن كشعب نكره فيك ما لا نستطيع القيام به. دي طبعا دي مشكله النفس البشريه نفسها، كل ما تشوفك انت يو ار اكيبر وانك انت بتعمل في شيء وبتدي من زمنك، بالمناسبه هو الناس اللي بيشتغلوا وانت بيشوفهم بيشتغلوا وانت بتزعل منهم، ديل ناس بيدوا من زمنهم زمن راحتهم والزمن اللي بيقعدوا فيه، بيدوا من وقتهم وبيدوا من زمنهم وبيدوا من قروشهم وبدوا من مجهودهم اللي هم كانوا ممكن يستعملوا في حاجات تانية تخصهم هم لروحهم، لكنهم يختاروا إنهم يكونوا في الشأن العام للناس. أنا والله تماضر دي I will feel very grateful لما نشوف زول فاتح لايف زي الحاجات اللي انتوا بتعملوها في مبادرة الباحثين السودانيين، وجبالي كنت بقرأ في بوستاتكم وحاجاتكم اللي هي ناس بتسألكم إنها كيف أنا ممكن الحاجة الفلانية ألقي البحث الفلاني وين، ولما تعاين المداخلات حقت الناس عندكم واللايكس والناس اللي بيحاولوا يتداخلوا عدده شويه شديد يا ياسين بالجروبات اللي بتكون يعني بتكون للنبذ، مش والله الحاجه دي حاجه مؤلمه شديد، حاجه مؤلمه شديد. اي بلاتفورم بيكون فيه كلام مثمر وكلام ممكن يفيد الناس وكلام ممكن يصب في مصلحه الناس، ما في زول بيحضروا وما في زول بيسمعوا، الناس يتكاكؤون حول الناس اللي بينبذوا والناس اللي بيسيئوا والناس اللي بيتكلموا كلام فارغ والناس اللي ممكن يكونوا جايبين موضوع عن زول ولا فاتحين بوست بزول ولا فاتحين لايف بزول بينبذوا فيه. ممكن الحاجة دي كان أتراك ناس كتار جدا جدا جدا، وإنت ذاتك بتتخيلوا منه الناس طبيعيين. للأسف الشديد ده بيجى جزء من المنظومة حقتنا نحنا، ما في زول داري يقعد في حتة عشان هو يستفيد، مع انه طبعا حاجه دي فيري فيكال تجربه. انا كان اندرستاند انك انت ممكن تكون ما الموضوع بالنسبه لك ما مهم، ما طيب احضره، لكن كمان ما تبقى كل موضوعك في الدنيا دي انك انت تحاول قدر الامكان تاخذ من الكبسه حقتك قدامك عشان انت تسيئله او انت تبيش او انت تطلع كلامه ما منه فايده. الحاجات اللي بتحصل زي دي بتفيد من عدد الناس للاسف الشديد، يعني ما انت كونك انت داير تدي من زمنك عشان تساعد، هي بقت المشكلة ما إنك تدي من زمنك عشان تساعد، بتبقى المشكلة إنك تدي من زمنك عشان تفك الناس من شعرك. والله جد طعنا شعري ذات عمل لي مشكلة، يعني في الناس اللي غالي شعرك ما في هول بيكون منتبه لشيء عنده علاقة بابناء المجتمعات، بيكون بعائلية في اللحظة دي إنه أنا دي مرة وده شعر مرة،
المرأة قاعدة ذاتي يا يزي من القواعد من النساء مفروض هذا وبعد ده مفروض عليه ده مفروض خبر زول. لكن هم بيكونوا ما قادرين دي مع قصة بتاعت وعي تناسلي شديد. المرأة قاعدة قدامك دي اللي بتتكلم دي ما عندك معاها أي علاقة غير إنها هي دي مرأة وفاتحة شعرها ولا عاملة شنو من غير ما تفكر إن الكلام اللي بتقول فيه ده ممكن في يوم من الأيام أنت تحتاج به وتحتاج له عشان تبني لك أمة أنت بتكون مستلب تماماً عشان تقعد تعين. أنا طبعاً سرور رحلتي دي إذا كان هو الكلام كله الليل عني أنا ياسين سرور رحلتي دي لم يتبقى يعني مساحة في جسمي دي لطعنة سيف ولا لضربة رمح، لكن لسه أنا صدري ده مفتوح وآول موفون لأنه لازم يكون في زول متقدم الناس ديل عشان يستقبل كل الهيميليشن ده. بتدعم لي في خاه وبتنصب لي المشانق وبيسيئوني وبينبزوني وبيتكلموا عني بالطريقة البطالة والكلام ده كله، لكن أنا أعتقد أنه دائماً أي زول ليدين أي نوع من التغيير ده نصيبه من الحياة ده نصيبه من الحياة. إذا كان ما سلموا منا الرسل والصالحين والناس المصطفى من ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات بيحصل لهم كده، فما بالك نحن البشر العاديين البسيطين يعني ما هو لازم يكون في حاجة أنت بتعملها. المشكلة إنه ده ما جو محفز لباقي الناس المختصين في مجالات تانية لأنه ما كل الناس عندها وقت عشان يعني مثلا تقعد عشان تسمع منك كلام فارغ زي الكلام زي ده وكده. فعشان كده أي زول مسك روحه ليروحه بالذات نحن مثلا السيدات دين مجتمعاتنا ما بتستحمل إنه يتقال فيك أي نوع من الكلام ولا زول يطلع فيك كلامه كويس وكده. ففي سيدات كثيرين والله عندهم بوتنشيال خرافي أنا زاملتهم وأنا اشتغلت معاهم، لكن للأسف الشديد الطريقة بتدعم بها المجتمعات مع الناس الموجودين حوالينا دي طريقة سيئة جدا جدا وطريقة منفرة وطريقة ما بتخلي الناس تتحفز تمشي لقدام. لكن نعم. شوفوا مهما كان الشارع ده مليان حجار مليان قزاز ومليان نار ومليان حقيقة ونطوانه دي فوقه حافية فوقه حافية نعم ده كلام جميل جدا جدا وده ذاته محفزنا يعني انه الواحد يعني يمشي لقدامه كده يعني اصلا هو الزول اللي طلع للعمل العام ده ويقدم للناس وكده ما يعني الحاجات ما في زي ما بيقول لك اللي هو سفيه نبز الباشا نبز باشا بس هي دي طوال دي انا طوالي لما اشوف لي كلام فارغ زي ده بقول والله ده سفيه بينبذون في باشا يعني ما في كلام بين انه الواحد الناس زيكم كده ما شاء الله يجي يقول له في كلام جميل وكده بيجي واحد من خلف قاعد له راقد وماسك الموبايل بتاعه ما هم يعني المهم anyway مو فن. طيب يا دكتور انا دايرك بس يعني في اخر يعني قبل ما نفتح للمداخلات وكده تجربتك عن الجاليات السودانية. أنا واحد من الناس اللي اشتغلت كثير جدا في الجاليات السودانية وعانيت منها معانيت ولكن برضو ما شغال يعني ما حقيف عشان إنه مثلا والله سفيه نبز باشا وكده ما حقيف يعني تجربتك شنو والإنه الحاجة دي ممكن تكون جميلة كيف يعني أو تدي فعالية أكتر يعني. وطبعا أنا بني آدم متفائل جدا ما حكيت لك القصة الثانية. أنا يمكن ذات عندي مشكلة إنه عندي ثقة في نفسي أكتر من الممكن أظنه والله ما بعرف. بعدين عندي بري طف سكين إذا كان الليل الكلام ده كله عني أنا أتخيلي لو كان في أنا إذا كان عندي نوع من النجاح ممكن البني آدم يحتفي به إنه أنا عندي بري طف سكين وجلدي تخين ومن الناس لو أنت كسرت رقبتك إذا ما بتقدر تقنعني بكلام أنت بتقوله أنا not going to do it والله. وأنا من الناس اللي بكونوا حريصين لما نحط راسهم في مخدة أنا أكتر زول بيقدر يعاقب نفسه عشان كده أنا بخاف من روحي. أنا اللي بخاف من روحي ما بخاف من الناس بخاف من روحي لأنه أنا ممكن أغش الناس اللي حوالي ده كلهم ممكن أغشهم لكن ما بقدر أغش روحي. وعلمت روحي دي من زمان وعلمت بناتي إنه نقعد في المكاشفات والجلسات اللي نقعد فيها دي عشان تطوق لبعض بأي حاجة بتحصل بيناتنا وبكون حريصة إنه أنا أواجه نفسي بأي حاجة. فالبيحصل إنه مثلا زي الـ الشغل العام ده والحاجات الثانية دي أنا حاجيك لتجربتي مع الجاليات السودانية بتديك إحساس دائم إنه أنت under focus. وزي ما قلت لك نحن السيدات السودانيات عموما يعني عندنا ثقافة بتاعت مجتمعات لو مشيت القمر أنت بتلقاها وبتمكن تقعدك وبتخوفك. بعد ذاك طبعا الراجل السوداني وأنا من هنا والله تحياتي لأبو البنات أنا أفتكر هو من الناس الساعدني تماماً إنه أنا أبقى تمضر القعدة السدي لأنه هو في فترة من الفترات هو راجل سوداني تغليدي عادي راجل لطيف جداً جداً
لكن او ما عنده علاقه بالحاجات اللي انا بعمل فيها دي يعني، ويمكن يكون ناس كثيرين متابعيني او بيشوفوني انا يوم واحد ما قاعد اجيب سيرته، بفتكر هو بعيد تماما من الحاجات اللي انا بعملها، مع ان انا ما بجيب سيرته بتلقى في تعليقات وين ابو البنات ديل من الكلام اللي انت بتكتبيه. ما في زول بيعاين للي انا بعمل فيه ده بنظره بتاعت انهم هم محتاجين للكلام، لكن بيكونوا حريصين انهم يسالوك وين ابوهم، وين الحاجه اللي انت بتعمل فيها، وين وين وين. نفس الشيء ده ممكن يكون معمول عليه. فلما يجي نشتغل في شغل بتاع جاليات سودانية وحاجات زي دي، الشيء ده برضو انت بتشوفه انه وين 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 والأمرة وين وليان وين النسوان دير وين وين وليا. لأن أنا طبعا من زمان كنت واضحة جدا جدا انه أنا ما عندي أي ولي أمر، أنا ولي أمر بنات كبار، يعني ما معقول أكون أنا بني آدم كامل الكفاءة. وأسا أنا الليلة تناظر دي لو عملت جريمة يا ياسين، كتلت سرقت نهبت عملت أي حاجة، ما في زول بقول تواضر دي عندها والأمر يجيبه وليا، مش بسكونها دخل السجن يعني. وكان عملت شيء برضو يوم الغيامة، ربنا ما بقول النادو وليا، أقول زول العمل الحاجة دي بدخلوا النار. في حكاية وليا دي عندنا نحن هنا حكاية وليان وين الرجال وين الكلام ده، كلام أنا تخيل لي حق يريض به باطل، وده زي دس السم في الدسم. كون يكون عندك أبو وأخو وزوج ديل مع ناس محترمين في حياتك، وده الولي الحميم، ديل الناس اللي بيحبوك وبغدروك وبيحترموك وبيساعدوك وبيقفوا جنبك، لكن ما عندهم علاقة بقرارك اللي انت بتاخده انت لما زول كبير وبالغ يعني. صح. الولي ده بيعملوه للطفل لانه الطفل ما عنده كفاءة، لكن اذا انت بقيت كبير وعاقل وبالغ ووصلت المرحلة من العمر دي، عمر النبوة 40 سنة دي ما عمر النبوة، فكونك تكون وصلت العمر ده وانت لسه مفروض تكون خاضع لانه يكون عندك زول انفلونس التفكير حقك ورايك بالغصب، طبعا بالمحبه دي شيء مختلف، الزول اللي بيحبك بيعرف يغير رايك وبيعرف يخليك تمشي، لكن ما في حاجه بتحصل بالغصب، ما في زول بيقدر تنفلونس يو بالغصب. فاللي بيحصل انه بالغصب ده ممكن يحصل في كل السيتنج، يعني انت لما تيجي تشتغل في مجتمعات زي حقتنا دي وكوميونيتيز حتى هنا في بريطانيا بيفتكروا انه في كلام حق رجال، للاسف الشديد لهم في ناس بيتعاملوا مع الموضوع ده انه دي كوميونيتيز مفروض يكون في كلام حق رجال وفي كلام حق نسوان، وانه ده النسوان وما بشقنا الراس وفاس والكلام القديم العوير ذاك يعني. فأنا تخيل لي بالتجربة بالحاجات الحاصلة دي، الأفكار زي دي ما عندها طريقة إنها تستمر، ما من مصلحة الناس كلها إنها تستمر بالطريقة دي. النسوان دي لهم بيربوا في أجيال، عشان كده لازم تحترموهم ولازم تتعامل معهم بطريقة مختلفة. فجاليات السودانية هنا إذا تكلمنا عن طريقة بوزيتيف، نحن عندنا very nice community في نيوكاسل. أنا تعلمت منه العمل العام، أنا أصلاً في الجامعة ما كان عندي علاقة بالسياسة ولا عندي علاقة بالشغل اللي شكله مقفل زي ده بتاع جاليات وكلام زي ده وتجهيزات بمستويات كبيرة، ما كان عندي علاقة، ما كنت مدربة. لكن أنا بديت العمل العام من باريس، أنا كنت في الجالية السودانية اللي في باريس، دي كانت جالية كبيرة جداً جداً زي جالية لندن، واشتغلت فيها فترة مع زول كان محترم جداً جداً، الأستاذ محمد جمال ديا، وده أول الناس اللي أنا علموني أنا أشتغل الشغل العام. وبعد ذاك سبتهم وجيت هنا على بريطانيا، ولما جيت قعدت هنا اشتغلنا شغل كبير جدا برضو. وانا من جيت اشتغلت اول حاجه معاهم في الاول كعضو بتاع الجاني يعني، واشتغلت بعد ذاك وبشيت معاهم، جيت ابقى نائب الرئيس وسكرتير المالي لحد ما بقيت رئيس كوميونيتي. ودي بعض الناس ما بيستحملوها انه تكون ولا عليكم المهم يعني بالغز دي يعني. ففي ناس بيقروا القرآن وبيقروا السيرة وبيقروا الحاجات دي بمزاجهم، في حاجات ما بيشوفوها وحاجات ما بيعرفوها، سيدنا سليمان رسل الملكة بلغيس يعني وعرس عشان بعدك يخد حاجات، وبعدين سيدنا محمد السيدة خديجة هي دعمت ودته حقه وعرفته. والآن يا دكتورة أحسن رئيسة وزراء في نيوزيلاند وفي فنلندا وكذا نساء يعني، وقدروا صمدوا حتى في الموضوع بتاع كورونا ده، غادوا بلدانهم بصورة يعني يحتزوا بهم باقي الأمم يعني. صح. لا وهي طبعا أنا بقول التأصيل اللي بقوله ده للناس اللي بيصروا إنهم يدخلوا أي حاجة من ناحية بتاع التأصيل يعني، ما هو الطريقة بتاعت التفكير دي تفكير بتاع مجتمعاتنا، ودائما مردها للعباية بتاعت إنه يقول لك الدين بيقول كده والحاجات. البلاد دي ما وصلت للمرحلة دي يا ياسين، ما مشت لقدام لحد ما اتعاملت مع النسوان ديل كريفت بتاع مورد بشري مهم جدا جدا يعني. أصلا الطرق الشغالة فيها دي كلها نسوان، والله أغرب شيء كلها نسوان، الكونسلتنس اللي فيها نسوان، الناس الشغالين جوا العنبر نسوان، مع انه ده عنبر بتاع امراض نفسيه، فيه عيانين بيقضوا وفيه ناس بيمسكوهم وفي ناس بتقوم حقن وفي ناس بيشتغلوا، ده كله
ما وقف زول من إنه يشتغل النوع ده من الوظائف دي. النسوان دل عندهم بوتنشيل وعندهم قدرة وعندهم يعني قدرة احتمال فظيعة، عندهم كرياتيفيتي، خلاقات، يحسن إدغام كل الوظائف المناسبة. بيعتمد على قدرته هي في إنها تشتغل الشغل ده ولا لا. لكن ما في عمل في الدنيا دي ده عمل بتاع نسوان وده عمل بتاع رجال. ففي النهاية أنت محتاج إنك تمرن الناس دي كلهم سواء كانوا رجال ولا نسوان إنهم يقودوا الدنيا لقدام. إنهم يغدوا الدنيا اللي قدام. أسي في الفيسبوك بتاعي بغادي بعد الكلام اللي أنا سأقول فيه واحد قال لي أنا داير عريتك. بقى موضوع العرس ده مشكلة كبيرة جدا جدا عند الشعب السوداني. يعني بيفتكروا إنه العرس ده زي المكافأة. يعني أسي هو كده شدت ما غدرني وغيمني شديد قرر إنه داير عرسني. كده أكرمني إكرام ده ريجارلس إنه أنا أسي دايرة ولا ما دايرة ولا أنا ممكن أفكر فيه ولا هو وذاته ممكن يكون مناسب ولا مناسب. هي دي في النهاية دي مرة وأطالع هنا بتقول في كلامها ده عشان هي عرسوها. فأنا تخيل لي الشعب السوداني ده من تحت شديد، نحن محتاجين من تحت شديد نجي الحاجات من تحت شديد عشان نقدر نحل المشاكل اللي عندنا دي. فلا مستنيم كثير والله. يديك العافية والله، يديك العافية. ده كلام جميل جدا جدا. وطبعا يعني عشان ما نحرم الناس من المداخلات بتاعتهم وكده، يعني مفروض الجلسة تكون أكثر من كده يا دكتورة، لكن إن شاء الله حنتلاقى في محافل تانية. أنا عندي ما عندي حاجة إلا يكون عندكم حاجة. طيب نأخذ بس في سؤال من أخونا عماد الفيل. عماد بيقول سؤالي للدكتورة تماضر، بكل وضوح عايزين رأيك عن مفهوم الأبريزل بالسودان وكيف يمكن تطوير هذا السكيل. طيب ده طبعا سؤال مهم جدا جدا. انت عشان تبقى ابريزا وعشان تقدر تعمل ابريزا للناس انت محتاج انك تكون بني ادم شفاف جدا وبني ادم داعم جدا وبني ادم ما تستعمل سلطتك، لانه الابريزا ده ممكن يسقط حجرك. هذول الابريزا ده ممكن يسقط حجرك. فانت محتاج تكون زول واضح وتكون زول قول شنو غير انك واضح، تكون ما زول ممكن منصف، وتكون زول داير الزول اللي قدامك يمشي لقدام ما دايره يمشي لورا. دايره أول حاجة يتوفق، دايره يتعلم، أهم شيء إنه يتعلم. وتكون أنت ذاتك بتعرف تنافس مع الناس قدامك المشاكل حقتهم، الحاجات اللي هم بيخطوها قدامهم. محتاج هيراكي عشان تعمل أبريزل للناس. محتاج هيراكي، محتاج تخط ناس على درجة هرمية في إنه أي زول حتى زول اللي بيعمل أبريزل ده عليه زول بيشوف شغل الأبريزل حقه حتى بعدك يترفع للجهة العليا. نعم. فلما كل ما تكون فيها هرمية، أي زول عنده سوبرفايزر، السوبرفايزر عنده سوبرفايزر، السوبرفايزر عنده سوبرفايزر، ما في زول بيستغل سلطته في إنه يمشي كلامه على الناس من غير ما الناس تكون عارفة الحاجة اللي حصلت شنو. اللي هي طب تضمن الفيرنس، بتضمن العدل في الحاجة اللي حصلت. أنت بتكون ممرن تماما في جهة ذاتها بيشتكوا لها الناس اللي بيعملوا أبريزل ديل، والجهة دي تكون فولي إنديبندنت، ما عنده أي علاقة بالشغل بتاع الأبريزل. عشان أنت لما تقول كلام أنا كأبريزل ما أكون مسيطر علي شعوري أنا النفسي تجاه زول اللي بشتغل معاه وأبريزل ده عشان أنتقم منه. فعلا بيكون ريفلكتنج الحاجة قدامي أنا، وبيضمن نزاهتي أنا في إنه أنا أوصل المعلومة. الحاجة الرابعة، زول اللي بيعمل أبريزل هو ليه رقبته يكون على درجة من التريننج نفسه. يعني أنت ليه رقبتك عشان تكون أبريزل؟ ما أي زول بيجيبوا أبريزل. المشكلة في السودان بندي بقول شنو، الما بيعرف الما بيعرف يغرف، والما بيعرف ما تدي ويغرف. المشكله في السودان نحن اللي ما بيعرف يغرف ده بس هو اللي بيدول كم شيء يقول لا اغرف اغرف شيء. فاسي هنا عشان انت تجيب زول عشان هو يكون ماشي لقدام وبيقدر يعمل للناس حاجات، يتاكد تماما انه هو قادر، هو فاهم الشغلانيه اللي بيعمل فيها دي معناها شنو واهميتها شنو وبتوصل الناس لوين. ده كله ضروري شديد. فمرن الناس كويس. اول حاجه أدعو الناس لثقافة الأبريزل والسوبرفايزر والناس اللي بيكونوا واقفين في راسك، الناس اللي بيدعموك، السيستم المبني على إنك أنت تقدر تعترف بخطأك. دي أهم حاجة، لأنها دي ما موجودة في ثقافتنا. إنه أنا تماضر تو أكنوليج إذا أنا عملت خطأ، أقول والله ده خطأ، الخطأ ده أنا اتعلمت منه، ده أول حاجة أعترف إنه خطأ. الشيء الثاني تو سي أم سوري. الشيء الثالث تو ريفلكت، تقعد في الواقع تكتب إنه أنا عملت خطأ، الخطأ كان في الحتة الفلانية، الخطأ ده بيتعالج بالطريقة الفلانية العلتكانية، المرة الجاية أنا أعمل شنو عشان ما أكرر نفس الخطأ من جديد. وده عادة بيضمن ضمن الأبريزة اللي زول بيكتب أقل شيء أربعة حاجات حصلت في السنة. وده يتخلي يا دكتورة دوم قال هذا ذاته بيحفيك من المزولية. يعني لو لقدام حصل أي مزولية وكده أنت ما جيت وعملت وريت أنك أنت الحاجة دي. أيوه نعم. طيب
نعم ده طوالب قلنا اللي برضو عماد الفيل برضو هو نفس السؤال ده مربوط بال مربوط بال مربوط بالكلام اللي قلتيه يا دكتور. بقول سؤال آخر عن تفشي المحسوبية وتأثيرها على الاحترافية اللي هي الريكويرمنت كيس ستدي. زي قال ما يجري الآن في تعيينات الحكومة الانتقالية لبعض الأشخاص في مواقع حساسة من دون خبرة، يتخلي ده موضوع إنه ما بيعرف يغرف دو يغرف ما بيعرف كلها. هي المشكلة إنه القصة كلها عاملة كده إنه في زي محاصصات وفي زي توزيع للحاجات بطريقة. أنا طبعاً لحد أسأل القصة بتاعت الحاصل في الحكومة دي ما عندي فكرة إنها ذات التتيم كيف ولا الآلية حقتها. لكن أنا أتخيل لي هي الحاصل أصلاً في الحكومة الانتقالية، الحكومة الانتقالية دي ما مش قادرة تقعد إلى أن تقوم الساعة، حتمشي. أنا أفتكر ده المفروض يخلي الناس حريصين في الفترة الأسى بدل الكواريك والبكا والصريخ والنبس الما بناء اللي بيحصل في السوشيال ميديا ده والكواريك والدعاء عليهم والحاجات زي دي، لأنها ما بتوصل لنتيجة. أنت محتاج من أسي تبني قواعدك. أي زول يأنس في نفسه الكفاءة ينظم روحه، يفتش لي جهات محددة ينضم ليها، يكون تحتها، يكون قادر إنه يكون جزء من عملية التغيير. صح. يكون قادر، لأنه كل ما أنت كنت فلوترز كل ما كان كلامك ما بيستمع ما بيصل. كل ما كنت أنت أورجانيز أسن، إحنا الدول العايشين فيها دي ما كلها دول بتاعت أحزاب، مش العمل الحزبي ما فيه مشكلة. يعني أسي السودانيين دي برضو النظر التابو موجود عند الناس زرعته الإنغاز إنه العمل الحزبي ده زيه زي الشيطان واحد، وإنه الأحزاب دي من أقعب الحاجات. الأحزاب ممكن من أقعب الحاجات على حسب الممارسات. أنت شايف ممارسة ما عجبك في حزب محدد، لكن الفكرة الحزبية ما غلط، الفكرة الحزبية دي صح. إذا أنت شايف الناس الموجودين ديل سيئين وما كويسين وكعبين، you should do your own، أعمل حقك. يعني الناس شايفين أحزاب الأحزاب دي ما كويسة كتار شديد، عندهم رأي في الأحزاب الموجودة، عندهم رأي في الأجسام الموجودة. أنتوا الكتار ديل نظموا روحكم. أي شغل ما منظم لن يؤتوا كله يا أخوانا. أي ناس بيتكلموا ساي لازم تكون في نغابات، ولازم يكون في أجسام نغابية، ولازم تكون في أجسام تمثل الناس ورؤاهم وحاجاتهم. لأن مثلا كان وقفت برا في الشارع وقلت الحاجة الفلانية دي تبقى ولا ما تبقى؟ ما بتبقى، لأنه الطريق الوحيد للديمقراطية هو العمل الحزبي. ما في صح. ما في عملية حزبية بتتم من غير من غير من غير من غير من غير انتظام. نعم. فبدل يجيك حزب أنت ما داير، ولا تجي مجموعة تانية أنت ما دايرة، أحسن لك تنضم لاتجاه محدد أنت بيمثلك وبيمثل رؤاك وبيمثل حياتك اللي أنت دايرة، عشان أنت تقدر تمشي لقدام. نعم. طبعاً نسي بعد أنا قلت الكلام ده في كمية من الكواريك ما دايرين أحزاب، ما دايرين ما بعد. طبعاً الشعب السوداني شعبي ساخط بالمطلق. شعبي ساخط، ومن غير ما يفكر إنه هو حل مشكلته كيف، بيكون في كواريك كثيرة وفي حاجات كثيرة جداً جداً، وفي لوم وفي تباكي، وده عمره ما بيصلح. أو بيصلح إنك أنت تفكر بمخك ده في الأول، إنك أنت لو عايز تغير وضع محدد تغيره بإنك أنت تعمل. العمل هو الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن تغير الناس حياتها. أذروايز ما في شيء تاني يحصل، ما في شيء يغير، يفضل زي ما هو. يديك العافية. في محمد الخاتم بيزعل عن محاضرة الاحتراق الوظيفي دي، هو قال لي اتمسح من الفيسبوك دي. خلينا راجع برد لك رد في الخاص يا محمد، لأنه دي بتكون مع أخوتنا ريم، ريم اللي هي في إدارة الموارد الـ HR. هي قاعدة ما تفتحت حتى في كله public يعني برضو. يا محمد موجود، المحاضرة موجودة، دكتورة تناظر بتقول لك موجودة. وشكرا لكم يا جماعة الناس كلهم اللي برسلوا لك الشكر يا دكتورة هنا في الصفحة، ما شاء الله بقول لك محاضرة جميلة وكلام جميل جدا ومحفز وكذا. ففي فيصل بيقول لك خلينا نتكلم شوية عن ثقافة الاحتراف بالأخطاء، ودي قال لك محتاج لها نحن شديد يعني. فتخيل لي زول أصلا، لو أنا ده رأيي الشخصي يعني، إذا زول أصلا ما احترف بالخطأ بتاعه ما حيتعلم. ما انت كونه ذاته انك انت دي ما بداية انك انت تتعلم تعرف انه والله الحاجة دي انا ما هو الاحتراف بالخطأ ده شنو، مش انك انت تجيد نفسك، لكن انه والله يا اخي الحاجة دي انا ما قدرت اعرفها، سوري، او عملتها بطريقة غلط، انتو الطريقة اللي بتعملها صح كيف، فتخلي بتبدأ بكده يعني. الا نتخلص من حاجتين عشان نقدر نحترف بالاخطاء يا ياسين. لازم نتخلص من حاجتين. الحاجة الاولى من نجي نربي الاطفال انه الخطأ ده، نشجع الطفل انه يعترف بالخطأ. ممكن شايلين لو برطوش واقفين على حيننا وريني العمل كده منه، بكل التهديد واللؤم والقباحة وعدم حتى عدم سماعك وعدم سماع تبريرك. إحنا بنربي الأطفال من هم صغار، نحن بنكون شايلين لهم البرطوش عشان هم يعترفوا بأخطاء. وممكن إحنا نعاقب ناس بيعترفوا بأخطاء هم ما عملوها للأسف الشديد. إحنا مشكلتنا الأساسية المجتمع النرجسي اللي إحنا عايشين فيه ده مجتمع نرجسي.
الزول الأكبر دايما والزول اللي عنده عليك سي وسلطان بيتعامل معك بطريقة ما فيها أي احترام بيضحك على الإطلاق. نعم. فعشان كده الشيء الأول أنا مفروض أكون لما أنا بربي الطفل أكون داعمة جدا للخطأ، إنه الخطأ بيحصل، أنا الكبيرة بخطأ، أتمنى إنكم أنتوا تتكلموا معي أنا، وروني خلوني أنا الدرجة الأولى حقتكم. وده اللي بيخلينا نحن كأهل كبيرنت لما تحصل مصيبة من الأولاد ديل لما العمر يمشي لقدام نبقى أكبر ناس، أول ناس وأكبر درجة وأكبر حيطة للأولاد ديل والبنات في إنهم يجي يتكلموا معانا نحن. ده ضروري، لأنه ده لو ما تربه طفل صغير أنت لو دار تعمله هو كبير ما بيسمعك تاني، أصلا ما بيسمعك تاني، ولما يبقى كبير ويجي يشتغل لنا يوم من الأيام في الحكومات والمحلات اللي احنا بنشوفها دي بيبقى حريص جدا إنه يدسهم هو بيختار. دي العتبة الأولى. العتبة الثانية إنه الخطأ نفسه يكون محفز لتغيير في 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 سلوكك والطريقة اللي أنت بتعمل فيها، لأنك اكتشفت إنه خطأ وتشوف نتيجته، وده لو ما حصل بالراحة بالراحة ما في فايدة، وده نحن برضو ما عندنا. الحاجة الثالثة عشان تحفز الزول يحترف بالخطأ حقه إذا بقت في عقوبة، لأنه في أخطاء لازم تستوي بالعقوبة عليها، إذا بقت في عقوبة تكون العقوبة محددة وقدر الخطأ. إحنا عندنا exaggeration فظيع، عندنا تضخيم في حاجة أنت بتكون عملتها وما تستاهل الهلولة اللي بيعملوها ناس البيت عشانها يعني، فبيكونوا بكوركوا وبيهيجوا كده وبيخضعوك أنت لنوع من العقوبة. للأسف الشديد حتى في الدين ذاته لسه الناس بتستعمل المرجعية ده، وحتى في القانون الوضعي اللي هو بدخل الناس السجون، إذا أنت عاقبتني أنا ما خلاص رجعت كما ولدتني أمي مش؟ أيوة. نحن لا تتذكر، وده طفل صغير تتذكر، وتكون أنت دقيتني دقوق عشان الدق الأسوأ شيء في الدنيا، بكون دقوق عشان بعد ما خلاص دقيتني وأنت انتهيت وطلحت في قلبك وحرمتني من شنو عملت لي أي حاجة، تذكر لما أنت كنت بتعمل كده انت ما اصلا ما بتصلح، انت ما عشان بتعمل الحاجات الزي دي عشان كده بتبقى كده. الطريقه دي مهدمه تماما للناس لما يبقوا كبار. صح. اول حاجه الجلتي نس الفظيع تجاه الاخطاء ومحاوله انه ما يقولوا ان احنا اخطائنا دي مشكله كبيره جدا. وانه انا ذاتي حتى كان اخطعوني لعقاب ولحساب انا الشيء ده ماشي وراي زي اكل مال اليتيم، ما بيمشي بيمشي وراي محل ما انا امشي، حتى كان عاقبتني وكسرت رجلي انت ستيل بتذكرني بيها وبتقول لي وبتمشي وراي بيها وبتعذبني بيها وما بتنسى لي كله. الحاجه الرابعه اللي دي اهم حاجه انه نحن عندنا الاحذار ده معناه انت تزول هوين نساي شخصيتك ضعيفه ومنتهي وشخصيتك ما في وعبيط، وزول اللي بيعتذر ده زول على نفسي. مع انه الاحذار ده ام سوري دي واحده من اكثر الحاجات اللي بتوريك السيفلايزيشن بتاع الناس. الناس بيقولوا سوري حتى للشيء اللي هم عملوه. انا اقول سوري اذا انا حسيت انه في زول زعلان مني لانه الطريقه الفهم بها الحاجه اللي انا عملتها كانت بطريقه غير اللي انا عانيتها، فبكون حريص انه انا اقول انا معليش. الاعتذار بيقوي من شخصيتك، بيخلي شخصيتك قويه، والزول اللي بيعتذر ده الزول المليان خير وده الزول الرحيم وكده. احنا في مجتمعاتنا بنفتكر انه الزول اللي بيعتذر والزول اللي بيجي يعترف انه عمل خطا ده، بالعكس الزول الفهلوي ده هو ده الخطير والبعد في دزس الاخطاء والما بيعترف ليك والبيغلطك وانت تيجي تزره بحاجه ولا تيجي تتكلم معه في حاجه هو عملها بيكون حريص انه يقلب الترابيز عليك، يذكرك باخطائك انت، يقول لك انت هو تتكلم معي انت ما اصلا بتعمل وتعمل وتعمل. المشكله دي في البيوت حاصله وفي العمل وفي المناطق تحت العمل وفي المكاتب والمحلات زي دي برضه بيتعاملوا نفس الحاجه. اغرب شيء انه في السودان ما في فرق في بين التعامل البروفيشنال بين التعامل حق البيت، يعني نفس الزول اللي قاعد في البيت الساقي السفة ده نفسه بتلقى في المكتب وبيتعامل بنفس الطريقة وبقول نفس الكلام وكل ما بيعرفك ولا أي حاجة ويقول لك يا بيتنا ويا ولدنا ويا بتاع ويتي ويا ها ويتي قال اللانجويج اللبس الكلام الطريقة تحت التعامل ما في بروفيشناليزم. هاي يصطحبوا مشاكلهم من بيوتهم ويجيبوا بقى الشغل من بيوتهم صحيح من السياسة زي الزفر عشان نوع حاجة في بيوتهم. يديك العافية والله صراحة يا دكتور، إحنا المحاضرة الليلة بجد كنا محتاجين لها يعني. طيب معانا أخونا دكتور ياسين، اتفضل لي معانا في الزوم، اتفضل. هو كتب سؤال في الشات لكن اتفضل يا دكتور. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك دكتورة تماضر، شكرا جزيلا يعني محاضرة جميلة والله. الله يكرمك. الله يبارك فيك، تسلم ان شاء الله. انا عندي سؤال بس صغير، هو يعني ان شاء الله بس ما انت تكلمتي عنه قبل شويه برضو، اللي هو موضوع الاخلاقيات العمل او الورك ايثكس، يعني
يعني دي طيب. انا بالنسبه لي من الـ من الـ من الحاجات الواضحه يعني انه فيها مشكله عندنا يعني. ف يعني يا ريت بس الواحد لو تكلمت عنها شويه يعني، انه يعني دي من المشاكل الواضحه عندنا، واي واحد يعني ممكن يسمع الكلام ده في السودان بالذات يعني نحن يعني نذكر نفسنا ونذكر غيرنا يعني بانه هو العمل ده يعني من الحاجات المهمه جدا يعني انه الواحد يعمل ويشتغل ويتقن العمل يعني. تكون كثير الناس كلها قاعد تسمع عن انه يقول لك يا اخي دي ما هو ده دي اه قروش الحكومه وانا بشتغل لهم قدر قروشهم. يجي الساعه 10 ويطلع الساعه 2 ما بعرف، يمشوا الفطور يمشوا هنا يعني. نحن ما عندنا يعني ما عندنا الاخلاقيات العمل دي يعني. صح انا اسني تماما. المشكله انه يعني 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 الناس برضه، انا هرجع ثاني للقصه بتاعت التأصيل. الناس دائما بتحب تقول لك من اخذ الـ يعني بتحب تاخذ لك الحاجات على الدين، مع انه الدين واضح في الموضوع ده، يعني من اخذ الاجر حسبه الله بالعمل. مش اغرب شيء انه التدين عندنا، التدين انا في رايي البني ادم المؤمن الجد جد ولا البني ادم المسلم الجد جد الدار يستعمل الدين ده في معاملاته، يستعمله في معاملاته مع الاخر. يعني انا تماضر بكون حريصه انه انا اطبق الدين في تعاملي معك انت يا ياسين. تبسمك في وجه اخيك صدق، التبسم ده ما جزء من البروفيشناليزم، مش كونه انا اضحك في وشك مع انه طبعا زول اضحك في وشك في زوجه زول في السودان ده زول كويس، وبالذات النسوان كان ضحكا داني يعني النسوان ما كويسات عديل يعني. والراجل اللي بيضحك في وشك انت كمان طوال دار يخطبك، فبكون في 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 تفسير للحاجات اكبر من هو يستحملها يعني. الحاجه الثانيه ما عندنا، انا طبعا من الناس اللي بيؤمنوا بالبوليسز واللوائح وبؤمن بالقانون. أنا أفتكر لو كان عندنا قانون وكان عندنا جهات بتعاقب ما تعتمد على أخلاق الناس ولا تعتمد على الالتزام ولا الكوميتمنت حقهم. البشر دين مجبولين على إنهم هم يعني انصاعوا للحاجات اللي عندها علاقة بالعقوبة. يعني أنا ببقى خايفة تماضر دي إذا عملت الحاجة الفلانية في clear pathway لياسين دين يمشي يشتكيني، والجهة اللي حيمشي يشتكيني ليها دي لا عندها واسطه، لا عندها محسوبيه، لا عندها عمي بيعرف عم الزول اللي قاعد ممكن يعفوني من الحاجه اللي عملتها ويطلعوا ياسين من الشعره من العجين. بالعكس المفروض يكون في جهاز رغابي جدا جدا كبير جدا واضح وفول اندبندنت بيعرف يضغط العقوبات دي على الناس اللي بيكونوا ما بروفيشنال. الشيء الثاني، المواطن نفسه اللي هو المفروض يستفيد من انك انت تكون زول بروفيشنال بيفتكر انه ده نوع من العواره منك. في ناس بيفتكروا كده كونك انت اساس نادي مثلا زي الدكاتره، كونه انا مثلا نادي ياسين ده واقول له والله ياسين انت كان عندك الحاجه الفلانيه واقعد اوريك، ممكن في مواطن يفتكر انه ده يعني هسه انا مثلا بحكي لي الكلام ده ليه، ولا القصه دي انا مثلا ما استفيد منها شو، الدكتور ده كلامه كثير ما عنده موضوع ليه بحكي لي الكلام ده. ولا اذا جيت قلت لهم يا اخواننا الزول ده مثلا ما ممكن يقعدوا معاه اكثر من زول في الحته اللي هو قاعد فيها دي اللوائح والاسس بتاعتنا، الناس برضو ما بيعرفوك. الحاجه الثانيه، عشان انت انا اقدر كرب عمل اقدر اضغط عليك اللوائح والنظم، انا لازم احميك من المواطن. برجع ثاني اقول لك الدكاتره الناس بيسوقوهم للباركينج بتاع العربات ويشيلوهم في بيوتهم، ما عندهم ساعات عمل. في دكاتره ما عندهم ساعات عمل، الناس بيشيلوهم في البيت، وممكن الناس اللي في الشارع يدبوهم ويشاكلوهم ويلبسوهم ويشيلوهم عيونهم. فانت عشان تلزم الزول انه يكون بروفيشنال يكون كمان انت تحميه، الزول البروفيشنال ده ذاتك تحميه من انه هو يساء معاملته من الناس الموجودين في الكوميونتي الحوالين يعني. مش نعم القوانين واللوائح دي ملزمه للمريض وملزمه للمواطن العادي وملزمه لي انا. يعني هسه انا الليله شغاله مثلا في مصلحه حكوميه عندي وقت محدد بصراحه المفروض انا اخده، لانه اذا المحتاج ياخذ بريك في النص، اذا عندي وقت فطور عندي حاجه زي دي المفروض اخدها، في زول ممكن يتشاكل معي عشان انا ما ارجع مثلا اخذ البريك حقي، ويكون عنده رغبه عنده قدره انه هو ينبذك ويسيلك والكلام زي ده وكده. عشان كده مفروض تكون في حاجه بتنظم الحاجات دي تماما. محتاجين ندرس البروفيشناليزم. انا تخيل لي اي مؤسسه حكوميه مفروض تعمل النوع ده من التدريس. قلت انا واحده من الناس يديدي مع الناس، وليه الله والرسول ولا قريش ولا تعريف ولا حاجه ممكن يستذكر مني نمشي السودان عشان نشتغل في الحته بتاعه البروفيشناليزم والاسيرتيف كوميونيكيشن سكيلز. ان شاء الله دي كلها ان شاء الله من استغلاء عبر المبادره ان شاء الله، وتعملها لنا هنا من بيتك وتعملها لنا اونلاين. نديك العافيه. عندنا اخونا محمد الخاتم في الفيسبوك بيقول لك يا دكتوره، هل المشاكل الموجوده في المجتمع السوداني دي بترجع للحسد من ناحيه التحليل العلمي؟ والله طبعا الحسد ده ما بقدر احدده، ما مرات بتيجي سؤال زي ده ما بقدر اعرفه، لكن هي المشكله في التربيه اللي هي التربيه المبنيه على المقارنات. انا بقارن روحي وبقارن الناس اللي حوالي
لانه انا زعلانه من انه انا بس ليه اصل الحاجه اللي وصلت هذه. لا تناظر دي ما تصل، تناظر دي المفروض تجي في الحته اللي هي فيها، لانه انا حاسه انه هي اللي بتعمل فيه ده تو ماتش، وبعد شويه انا ممكن يعني بظهرني انه انا بمسخر الزول الضعيف والزول اللي ما قادر. دي مشكلتنا. نعم. لانه احنا ما قاعدين نغاري روحنا بروحنا. ما اي زول في الدنيا دي صح وزول صحي بيشتغل على انه تو ميك هيم سيلف ذا بيست فيرجن اوف هيم، بعمل من روحي انا النسخه الافضل مني. انا تماضر دي ما عندي شغله بالناس الثانيين بيعملوا شيء، لكن انا تماضر دي عندي عيال صغار بربي فيهم، انا دايره يكونوا احسن اطفال، عندي بيت انا مفروض لوك افتر، عندي حياه مفروض انا اعملها، بشتغل اكوردنج للريسورسز حقتي وخطتي انا لتطوير ذاتي. المشكله انه خطتنا نحن لتطوير الذات قاعد تكون واحده، وفي ناس ما بيقدروا. الناس دائما انسكيورد، والناس اللي عندهم lack of internal peace، عدم السلام الداخلي وعدم القبول لامكانياتك، بيخليك بيقول في ناس سايكادر ولا حاجه تيرني اجينست اذر، اللي هي بتبقى حاقد على المجتمع اللي حوالينك وحاقد على الناس اللي عايشين حوالينك، تتمنى زوال نعمتهم، واذا نعمتهم دي ما زالت بانك انت بس كده تقعد تكرههم، ان شاء الله ربنا يشيلوا منك، ربنا يشيلوا منك، اذا ما شالوا منك تكون ساعي انك تعمل شيء خلي ربنا يشيل الحاجه دي من الزول، تنبذه، تغتال شخصيته، تمشي وراه، تعايره، تعمل له مشكلة. فأنا تخيل لي دي واحدة من الأدواء المجتمعية عندنا في مجتمعنا، والشي ده بقى متفشي شديد إذا ما وقفنا له، والله الرماد كان حمال. وتخلي ده السوشيال ميديا تخلي يعني خلت الحاجة دي استفحل يا دكتورة. صح، الناس بيضحكوا على الناس المتنمرين والناس الشكالين، وبحبوا ليك البوستات اللي فيها سكاندلز وفيها هجوم ونبز وكلام زي ده، بحبوها جدا جدا الناس بيتداولوها. أيوة. نعم. عندنا أخونا برير خرطوم، ده طبعا من الناس اللي أنا أحبه جدا، ما بعرفه طبعا لكن في الفيسبوك ما شاء الله يعني دائما فيها حاجات جميلة وموتيفيشن كده، ونا يعني بقول لك يا دكتورة يا ريت تتكلم شوية عن أهمية فصل الأشخاص للسلوك والمواقف مع الزملاء أثناء العمل دون تأثير على الأمور الشخصية. النقطة دي مهمة جدا لو أمكن، ومنعاني منها شديد جدا، وشكرا. والله يا برير طبعا يطش ذا نيرف انت يطزن نيرف اذا انا بتكلم في موضوع زي ده، في زول قاعد كل مره واحد انت متزوجه كم سؤال يعني زي ده، انت متزوجه ميمزه متزوجه دايره عرسك. المشكله ان احنا ما بنعرف نستعمل الحاجات في البلاتفورم حقها الحقيقي، يعني ممكن الزول ده عادي فعلا يكون داري عرسني، لكن ما الحته دي ما حته العرس، يعني مش انت تستنى الزول ده تلقى في حته مناسبه تقول انا والله داري عرسك، وشوفوا يمكن الله يوفقكم تعرسوا بعض، لكن ما في زول بيكون قاعد في محل شغل بيكون داري عرس الموظفين اللي معاه، ما في زول بيجي شغل عشان هو داري عرس. انا تخيل هي دي ذاته مهمه جدا جدا، حكايه انه البنيه المجتمعيه المبنيه على العرس وسك العرس والجري ورا القصص زي دي هي اللي بتفتح طاقات قدام الناس في انها هي تفكر في حاجات ما عندها علاقه بالجوب اللي هي قاعده تعملها، وبتخليك انت less committed والتزامك تجاه الشغل اللي انت بتشتغله شويه شديد. للاسف الشديد دي مشكله. الحاجه الثانيه انه نحن ما عندنا قيمه للوقت، ما بنعرف ندير الوقت، بنجي الشغل ده من الصباح بنكون حريصين انه نشوف البرامج اللي ممكن نعملها نحن مع بعض، الطالع منه والما طالع منه، القاعد منه في المكتب الدائري، ده كلها دي واحده من المشاكل ما بتخلينا نحن نركز في اننا نستعمل الوقت الحقيقي اللي بدونا لده عشان ننجز، ودي واحده برضو من مشاكلنا الكبيره الثانيه. الحاجه الثانيه تداخل المصالح في الحاجات اللي عندها علاقه بالشغل، وده بيقودنا بالك للسؤال بتاع الابريزل والسوبرفايزرز والمانجرز اللي بيكون عليهم سوبرفيجن هم ذاتهم، فما بيكون في اي نوع من استغلال وظيفتك انت في انك تتحرش بالناس، وده موجود عندنا في المنظومه بتحت العمل في السودان في كل أشكالها، سواء كانوا مدارس ولا جامعات ولا شغل. المدير ده عشان هو مدير ممكن يعمل للناس اللي قاعدين في الشغل ده لأي حاجة، يرسلك يستعملك مطية بالنسبة له، يجي الأدب عليك يتكلم معك كلام فارغ، يطلب منك حاجات inappropriate وغير لائقة، وكمية من الحاجات ممكن تحصل لأنه ما في supervision ولأنه اليد مطلوبة ولأنه ما في محاسبة وما في أخلاق. أنا غير شخصية ما قاعد أثق في أخلاق الناس، أنا بثق في عدالة المنظومة المخطوطة لإدارة محلات العمل بس. نعم. لأنه أنا تماضر إذا المدير دعا من لي حاجة ولا قال لي شيء أنا ما قبلته، أنا I know how to escalate it، بعرف أشتكي لمنه وبعرف أقول الكلام ده وين، وكون عندي whistle blowers وعندي حتة أنا بشتكي فيها، وعندي مفروض تكون حتى في حتات بتاخد شكوتي دي بصورة يعني أنا أكون بمشي أشتكي بإسم ما في، يعني زي ما بتعملوا فيك أكاون في الفيسبوك ممكن أمشي أشتكي بإسم فيك أقول الله فلان الفلاني ده راجل كويس،
إذا بقت في حاجة زي دي موجودة الناس دي كلها حتخاف. لكن لأنه نحن ما قاعدين نصل مراحل زي دي مع الناس وما قاعدين نخط حدود لتصرفات الناس وبنعتمد على إنهم والله السودانيين ديل أخلاقهم لا يعلى عليها وإنه نحن أمة ربنا ما خلق زيها، مع إنه نحن كل يوم بالتجارب والحاجات اللي بنشوفها قاعدين نشوف إنه عندنا كمية من المشاكل وعندنا كمية من استغلال النفوذ وعندنا كمية من الحاجات اللي عندها علاقة بالانتقام وعندها علاقة بسوء إدارة الموارد اللي عندنا والتعامل الما كويس والما بروفيشنال في الشغل. عادي ممكن المدير مرة بذكر واحد من الجروبات دي للمدير اللي بيجيب هدية للموظف معه في الشغل من غير أي سبب، أو حتى إذا كان في سبب اللي بيخليك تجيب له موظف وما تجيب له الموظف الثاني شنو كونك تسوق تطلع بيها تتغدى ولا تفطر، ده كله inappropriate يا أخوانا. بعدينك ما في ناس اثنين قاعدين في الشغل بيتكسوا في الشغل وبيعرسوا وبيقعدوا في نفس الشغل، ده ممنوع في أي حتة في الدنيا. إذا أنت عرست زول معاك في الشغل معاك كل زول لازم واحد منهم يطلع يخلي الشغل. صح. فده لأنه يكون في conflict of interest وفي حاجات أنا وإنت ممكن نتفق أنا وإنت عشان نسبب مشاكل في الشغل والحاجات زي دي، أو أنا أكون بس لما نيجي أتكلم عنك ولا أعمل حاجة. ففي حاجات كثيرة نحن محتاجين والله نراجعها. نعم، يديك العافية دكتورة. يعني آخر مداخلة أحمد أنت قبل شوية شايفك رافع يدك. أحمد داود تفضل. السلام عليكم. طبعا يعني أنا اكتشفت أنه كل ما أكون قاعد ساكت كل ما بيستفيد أكتر. ليلك. أكيد. فهي طبعا حتى الأسئلة بتدي مواضيع كثيرة. فأنا والله بس هي تعليقات وسؤال في نفس اللحظة. أنا شايف أن الدولة الآن، شوف من كلمة أنا شايف دي تمام بالحياة، شوف يعني الحسب الرؤية بتاعتي البسيطة طبعا، أنه إحنا في الدولة الآن الناس الحكومة الجديدة كونها هي انتقالية أو منتقالية، هم كيجوا مسكوا هم فاكرين أنه إحنا في فرق بين الإصلاح الحكومة وبناء الحكومة. إحنا قالوا أنه الدولة كانت ماشي كويس شديد وناي وشغالي جو، بس النظام شنو جو مسكوا المناصب وبقوا يشتغلوا طوال، كان الدولة ما فيها مشكلة. يعني إحنا دارين نعمل بناء الدولة، يعني مفروض نبدأ من سكراتش، يعني هم كأنه ما في مشاكل حصلت، فدي المشكلة اللي وقعوا فيها. أول مشكلة أنا شايف يعني هي قبل المشكلة بتاعت المشاكل الكثيرة أصلاً عارفينها، مشكلتنا إحنا أصلاً وجينا نبدأ ما بدينا من حل. يعني الناس ما قاعدة بسم الله تبني الدولة، فكرت تبني الدولة، لا فكرت تشتغل في الدولة. شايف دي واحدة من المشاكل الاحتمال على حسب أنا في تجاربي في السودان. أنا مشيت لأي وزير نفس النمطية، نفس البرج العالي، نفس التفاصيل، نفس السكرتارية، نفس يعني نفس التفاصيل دي كلها هي قاعدة. وقلت أنا بسألهم، أنا سألت ناس شخصيا يعني عندهم مراكز، بسألهم كل ده الشغل هو كده ودي يعني نفس النمط الفكري ذاته. يعني إحنا الفكرة كانت مفروض تحصل عملية بناء من جديد، نفس اللي أنت أشرت لها، نبدأ من سكراتش طوالي. الحياة طبعا أنا واحد من الناس طبعا يعني دكتوراتين عارفين أنا طبعا النوع لساني طوالي بقول الحياة الحقيقة طوالي في لساني، يعني ما بقدر أمسك أسكت يعني. فيلا الحياة اللي أنا بقيت أحس عملي في الفترة فاتت دي كلها، مثلا لو شفت مثلا أنا ما دازلك الحياة دي كويسة لكعب، مثلا لو شفت التمنطق مثلا عملت حياة إكس غلط، أنا ما بمشي لها في العام بقول لها التمنطق عملت حياة غلط، أنا أوري الناس أنا عارف أن هي عملت غلط، بمشي لها في الخاص برسل لها أنت عملت الحياة في العام غلط، يا ريت يعني بحاول قدر الإمكان عشان ما أوري. يعني أنا ما أعرف أسلوبي ده بيجي صحيح ولا لا، أنا بقيت أحاول إذا شفت غلط أحاول أصلح الغلط، ما أصلح الزول يعني ما أعرف أنا في يعني. طيب لا أنا I got what you say. أنا فينتك يا أحمد، فينتك. يلا في ناس يلا في النقطة دي بالذات بياخدوا الموضوع يعني مثلا ده نفس السؤال تقريبا ده، يعني أنا لو سألت لك حاجة في العنية دي أنت عملت غلط، بياخدوا الموضوع الشخصي بيبقى موضوع عملي. يعني بيبقى في الجوب ذاته ما بيبقى كنص يعني الادفايس اللي اديته الاول نصيحه او الحياه الغلط دي مهما كانت هي بتعتبر حياه شخصيه. ده انا مرت عليه تجربه شخصيه، انا بقول كلمت معاه في الخاص، لاحظ في الخاص وريته التاني الحياه في اللي انت عملتها دي هنا غلط، النقطه الصح كده 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 كده، فهو طوال عكست في الشغل بتاعنا انعكس الطبيعي بتاع الحياه اللي قلت عليها في الخاص بقت فيه في العام وبقت تقول في العام، وبالعكس هو الحياه اللي قلت عليها دي مش قال لي ناس عند بقول لي يعني فبقى شنو بقت منظور تعظم مشاكل. اي مع انه انا قلت لك بالخاص يعني ما كان غالبنا اقول في العام ولا كذا، المفروض نقول في العام ممكن اخذ لنفسي باور يعني الناس دي تقول ايوه احمد ده عرف الحاجه دي، احمد ده بيعرف الحاجه دي وكذا. فدي الحياه اللي هناك الحياه يعني هي معلش انا طبعا كم تعليق بس الحياه الاخيره. لا اقول نقولوا يا احمد انا ما عندي اي حاجه مع صبور الا انت تسوي براكم، انا ما عندي اي حاجه عشان الليله اول مره حكون بسحرت يعني من جرى مطنده. تمام، يعطيك العافيه.
الحاجة الأخيرة أنه أول هنا نحن تكلمتها، أنا الحاجة دي بركز عليها شديد. إحنا الآن مشكلة من المشاكل الأساسية شديد، أنتوا ذكرتوها في نقاط بسيطة، لكن أنا حابب أنت زي ما ذكرتي أنه الزول البروفيشنال ما يعني مثلا تلقاه في نفس الزول في البيت نفس الزول في الشغل. دي إحنا مرت علينا في تعليقات وزراء، تعليقات ناس مختصين المفروض يكون زول متخذ قرار، بيتخذ قرار واحد يعلق فيه يقوم بكره ثاني يقول يا جماعه الحياة ما يعني هو نفس الزول، فبيطلع في منصه اعلاميه بيقول قرار، بتعليقات في السوشيال ميديا او حتى بيطلع ثاني بيقول قرار. يعني ما اعرف هل القرارات دي تطلع بدون دراسه، هل تطلع من كوبايه جبن انا وانت بنشرب كوبايه جبن فجاه بغرر اقول الحياة في الاني دي اقول فجاه يوروني داتا، يعني انا المزول الداتا دي كلها ما شفتها، الناس كلها عارفه الداتا دي، هل انا المزول بكون ما شفتها؟ بيجي يوروني الداتا في الان انت قلت حاجه فلانيه هاك ده المستند الاول المستند الثاني الحاجه دي المفروض ما تعملها، بقوم برجع ثاني يوم كانه في حاجه حصلت برجع. هل الحاجه دي في سيكولوجيا كده او نفسيا انا ما عارف النمط، يعني الحاجه دي المشكله شنو؟ ما من الحكومه الحسيه، الحكومه اللي قبلها والحكومه اللي يعني حاجه دي نمطيه في السودان من بدري شديد. انا طبعا بحاول اقرا الهيستوري بتاع السودان، انا طبعا حسب الدوكمنت اللي توفرت لي من 56 بحاول اشوف انا بقول انه التاريخ ده بيتعاد، يعني بحاول اشوف الهيستوري مع الفيوتشر الحاضر ده. ما زي ما ذكرت كان في مقوله جميله ذكرت دكتور ياسين ذكرني بها، كان واحد بتاع هيستوري جاي يتكلم فيها، فالهيستوري هو الفيوتشر بتاعنا، لانه لاحظنا القران الكريم كله عباره عن قصص مخلده، يعني هي قصص هيستوري لكن هي الفيوتشر بتاعنا في نفس اللحظه. نعم فدي لازم تلك. شكرا لك. صح شكرا يا احمد. طبعا انا كل مره قاعد يزيد غيابي بك يا احمد، الله يديك العافيه وان شاء الله تكونوا بنات هذه البلد يعني، وانتوا لانه فعلا املها. نحن غايتوا ان شاء الله ايش بنقدر نعمل، وانكم تغلوا باوت نخليكم نمرنكم. انا غايت شخصيا تناظر معاكم في اي حاجه انتوا بتعملوها، انتوا الشباب الحلوين الصغار ديل، سواء كنتوا بنات ولا اولاد، اي شغل بتاع مبادرات، اي شغل بتاع حاجه ممكن تمشيكم لقدام، زي ما بنبني في بيوتنا وفي عيالنا بنبني فيكم انتوا ذاتكم، لانكم انتوا بنات البيت الكبير، السودان ده البيت الكبير. وافتكر اذا ما كان عندنا خير في البيت الكبير ما عندنا خير في البيوت الصغيره، لأنك أنت مفروض تكون بتربي في أجيال ما كفانين ودفانين زي ما قاعدين نعمل مع الشعب السوداني، ولم نبني زول عشان يشيل كبري. أنا وتماضر ما يشيل كبري ده جزء من المهمة ما عنده أي قيمة، لكن يشيل كبر بلد كامل. لما أنت تشيل كبر بلد كامل بعد ده تشيل كبر الزول اللي معاك، لأنه أنت لو شلت كبر بلد كامل بتعرف تبني منظومة تحترم حتى أمك وأبوك، وتحترم الناس اللي ما عندهم أولاد والناس اللي ما عندهم طريق إنهم يعملوا حاجة. القصة بتاعت النصيحة اللي انت هسي بتتكلم عنها والاكتشاف انه في خطأ حصل، لو كان في سيستم يا احمد موجود في البلد دي ومعمول بطريقة كويسة، وانا المحيرني انه الحكومة اللي هسي حاليا موجودة دي فيها ناس جايين من برا، الكلام اللي هسي انا بقول فيه ده هنا عارفينه، وانا مستغربة انه ليه هما بيدعمني. انا طبعا ما دايرة ابقى زي الزول اللي قاعد ببرا والناس اللي بيجوا بيكونوا بيواجهوا في حاجات كثيرة جدا جدا بتخلي انهم هم في ابلاي الكلام اللي هسي انا بقول فيه ده صعب، يبقى نحن قاعدين ببره بننظر، لكن هم بيجوا بيشوفوا كلام كثير جدا جدا. اذا كان في اخطاء، اذا انت شغال مع زول زميل ما من حقك تمشي تتكلم معه في خطا، ده لو جينا للمهنيه والبروفيشناليزم. الزول اي زول جبالك، انا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم اي زول عنده سوبرفايزر، اي زول عنده زول مسؤول منه، اي زول عنده مانجر، اذا كان الخطا ده خطا كبير انا بكلم المانجر قبل ما اكلم الزول اللي معي. ومن مانيجر ده بكون المانيجر العالي شديد، بيكون زول معانا في الحته اللي احنا شغالين فيها في المكتب، هو مسؤول. ما اي مكتب لازم يكون فيه زول مسؤول من الناس اللي قاعدين، والمكتب ولا كيف يا دكتور ياسين؟ نعم ايوه والمكتب الكبير الصغير ده في مكتب اكبر بيكون مسؤول من الثلاث اربع مكاتب صغار، والمكتب الكبير في مكتب اكبر منهم كلهم مسؤول، وبعدك بيبقى في مكتب مكبو اكبر منهم كلهم هو مسؤول. اذا احنا اربعه ولا خمسه قاعدين في مكتب، في زول بيكون رئيسنا، رئيس المكتب ده انا حاكلمه وانا تماضل بالراحه مش اقول له والله ده انت كده ما اسمك مسيس كارين، يعني مسيس كارين ده طبعا الزول اللي بيقوي، لكن لو كان في حاجه عنده علاقه بالشغل، طبعا احنا عندنا الزول اللي بيتكلم في الشغل ولا يمشي يكلم الزول المدير ده اسمه زول الجوال، يعني هو ده ما تصور ولا شيء، يعني جوازك شو انت ما عندك اي مش تستفيده، يعني اللي يكون في تعبه نيتك انه مثلا الزول ده يرفضه، لانه انا اللي في ناس بيكونوا دارين يهزوا الزول القاعد ده ما عشان مصلحته. امشي كلمة المدير، هو المدير ده ذاته كان جينا للجدجد اذا البلد دي مبنيه صح، المدير ما بسوي للزول اللي قاعد في الشغل ده حاجه، يعني الزول الشغال ده ما عنده جهات تحميه مفروض صح والله فلان ده عمل حاجه غلط، انا بفتكر الحاجه الفلانيه دي حصلت غلط، المدير ده مفروض
يكون عنده confidentiality، يكون حافظ الأسرار حقت الناس اللي بيجي يتكلموا ديل، ويراقب الزول يشوفوا إذا فعلا الزول ده بيعمل في حاجة غلط، أو يناديه برايفتي. إخوانا النصيحة لي يعني زي الناس اللي بيجوا في اللايفات، شنو غطي شعرك، غطي شعرك، أعملي شنو، أعمل شنو. في نصيحة من 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 الغرض منها الهيميليشن، الإساءة والنبذ وكده، دي ما نصيحة. تيجي للزول قدام الناس وتكورك فيه أنت عملت غلط، أنا في رأيي إنك تعمل كده صح، ده نوع من البتر اسمه باترناليزم، انه انا باترنايزنج يو، او المؤسسه الابويه اللي هسه الناس بيقول لك دي كده. الناس تقول لك ما دارين مؤسسه ابويه، ويقول لك لا لا دي ضد الاب والام والبيوت، مع ان المؤسسه الابويه ما عندها علاقه بالاب والام يا اخوانا، جات المناسبه حقتها يعني. الباترناليزم انه انا عملت فيها ابو الناس في شغل، بتلقوا في زول عامل فيها ولا امر الناس اللي قاعدين في الشغل ديل، صلحي دورك، البس مركوبك، ما بعرف شيل الكتاب، مالك ومال، يو هاف نو رايت يا اخوانا. احنا ما عندنا حق في اننا نحن ندي بيرسونال اوبزرفيشن، ولا نوري الناس يشتغلوا كيف، ولا ما في ده في اي حته في الدنيا بتحترم الشغل، والناس بيكونوا بروفيشنال ومهنيين ومحترفين. ما في زول عنده الحق انه يعلق على زول انت ما عندك معاه شغله، يعني انت شايفه بيعمل في حاجه غلط بتاذي الشغل ده، تمشي تكلم المانجر حقه والمدير حقه يعني. فلما يكلم المدير، المدير بيشوف الزول ده وبيراقبه، بيشوف السلوك زي ده حصل ولا ما حصل، واذا كانت الغلط ده دوكيومنتد بجيب الزول وبقعد معاه عديل، واقول له انك انت يا اخي في الحاجه الفلانيه يو هاف بين ريبورتد. ريبورتد دي ما معناها كلمه كعبه طبعا يا سين. انا ما حكيت لك القصه دي، انا زمان لما اول ما جيت بريطانيا دي، لما ينادوني عشان يسالوني من حاجه، انا كنت بتوتر توتر ما عادي، وكنت بحس انه الحاجه دي ضدي، وابقى very over defensive. تخيل احنا عندنا مشكله شديده في قبول الانتقاد، بس طبعا ممكن اقعد لك 10 ساعات تنتقدني، بعد ما تخلص بكون بفتش انه انا هاو امبروف الحاجات دي، وادفعهم ضم قليبهم ويدوني كورسات الدنيا والعالمين بالضبط كده. ايوه الكوميونيكيشن سكيلز ده بس مره واحده قالوا لي في حته كده ما عرفت تكوميونيكيت، يوم الليله بيدفعوا في قروش الكورسات. فانت تستفيد من الكلام اللي بيقولوا لك في انك انت تمرن نفسك احسن، بس صح الشغل ده ما كتلت زول، خليه يلاقي تكتل زول، كان كتلت زول لازم يكون في مشكله. لكن اي حاجه ثانيه، اي خطا بيتم عمله في الشغل ده ريكتيفايبل بصحه. واذا انت عندك ديفيسيت في الحته اللي انت فيها دي، ما معناها بيرفيدوك، المفروض يبرينوك انك تعرف تعمل الحاجه دي بطريقه احسن. نعم. ما في خطا في الدنيا دي يستوجب انك انت يرفدوك لغايه تسرق في محل الشغل ده يرفدوك. لكن او حاجه مخله بالامانه ولا الشرف ولا يقوم بقى على زول اللي بتعمل في حاجه ما كويسه، موقف فيدو. لكن اي شيء عنده علاقه بالممارسه تحت الشغل نفسه، ده لا يستدعي انه زول يمشي يخلي الشغل، بيعرضوا له مجلس وبيتكلموا معاه، وحاجه اسمها الديسيبلين بروسيدجرز والحاجات وبيأدبوك، اسمها عادي مجالس التأديب، بيأدبوك ووروك اساسيات العمل والشغل وكده، وبخلوك تمشي لقدام. عشان كده صعب جدا انه زول يعلق على الكلام اللي بيقول فيه احمد ده، لانه دي بلد هردميس يعني، انا معلش للكلمه، لكن لانه اي زول بيعمل الدايره يعمله، لا في زول مسؤول، ولا في جهه بتحاسب الزول المسؤول، ولا في جهه مسؤوله من المدير، ولا في جهه مسؤوله من الموظفين. ولو انت عندك داير الشغل ده فعلا ينصلح والحياه تمشي لقدام، ما في كلير باس واي يعني. هسه انا اول ما اجي الشغل بيوروني دي يعني الاندكشن ده، بيكون انت قاعد يومين ثلاثه اربعه خمسه ايام ان شاء الله اسبوع، بيوريك انك انت تشتغل كيف الباسوي حقتك، في انك انت يعني اذا عندك كونسيرن، عندك حاجه انت شايف انها ما صح، انه كلام زي ده حصل، لانه عاده انت يو ار نوت ديسكاسينج بيبل يا اخوان، انت ما بتناقش الناس، انت بتناقش تصرفات. في فرق بين انك تغني انا طماعه وسمحه شين انا خرتك مفرجه شعرك مزعص، ده اسمه جول. لكن لما اقول طماعه ما بتعرف تشتغل، ده ما عنده علاقه بطماعه، ده عنده علاقه بشغل طماعه، طماعه ده هو اللي بيصحح. لكن طماعه اللي رقبتها انت ما عندك شغله انها شكلها شنو، ولا بتعمل في شنو، ولا كلامه كيف. وطبعا احنا محتاجين وقت طويل عشان يبقى الانتقاد للبيهيفير، ما الانتقاد للشخص للاشخاص. نعم. الانتقاد للبيهيفير لانه بأثر على البيئه بتاعت الشغل. فللاسف يا احمد الكلام اللي انت قلته ده كله بتاع النصيحه والكلام مع الناس والحاجات زي دي وكده لن يدخلوا في بلد على قولنا سمين نصيح بيرد بالشبك والله. للاسف الشديد والناس اللي بيكونوا على رأس الأمر هم أكثر الناس اللي ما عندهم علاقة بالبروفيشناليزم، وبتتاخد يعني قرارات ممكن تكون عندها long term implication على حياة الناس، عندها تأثير قوي شديد على المدى البعيد، وحاجات برد راسك بتتاخد في جلسات وقعدات
بطريقه فيري فيري كلمزي وبطريقه فيري امبلسيف وبطريقه ما فيها حتى اعاده نظر ولا تفكير ولا بوتينج هيد توجذر. في قرارات كثيره جدا جدا الناس بتشتغل فيها كوهيسيفلي, بتقعد مع بعض وبتفكر فيها ملايين المرات عشان تاخذ قرار بيتعلق بمصير امم. يا اخواننا نحن بناخذ القعده بتاعت كوبايه الشاي وما في جهه بتحاسبك اذا القرار اللي انت اخذته ده غلط. الدول اللي احنا قاعدين فيها دي اذا اخذت قرار طلع غلط معناها قصاده انك انت تقدم استغالتك, اقل شيء انك تقدم استغالتك. وحتى لو كان القرار ده اتخذ كوهيسيفلي وكان في الفلسفه بتاعت هولدنج الهوت بوتيتوز, اي زول بيديها للثاني عشان يقلل من المسؤوليه اللي واقعه عليه, ده برضو لا يحفيك انت مسؤول من الامر انك انت تستحمل مسؤوليه القرار انت اخذته. لكن احنا في البلد دي الناس بيقتلوا ناس عديل موت, ما في زول بيسال الثاني, ما في زول قاعد يقول زول قاعد يقول اخت المقعزه بها. دي المشكله, ذا بيج اليفنت ان ذا روم, ما في زول بيقدر يقول الكلام ده. فالشيء الثاني قدرتنا نحن ذاتنا على الـ على الـ على السطح وعلى الـ على الـ على الشدو وعلى الكلام وعلى المواجهه وعلى اننا نقول لزول الغلطان في وشه انك غلطان. انت ما محتاج تقول الكلام ده بظهر زول, قول له لف وشه. الخوف الشديد من الناس اللي امرنا كلمه ولاة الامر دي ما في اي حاجه, حتى الناس الكبار الرجال عندهم ولاة امر في الشغل. كلمه ولي امر دي الكلمه اللي اقعدت البلد كامل, ما بتعفيك من المسؤوليه وفي نفس الوقت بتملى جواك الخوف. المجتمعات دي بتركز عشان تمشي بالجوباك اللي ما شبهه ده على انها تخوف الناس, تخوفك من اي حاجه بتبدا معاك, تخوفك من الظلام وتخوفك من البوليس ومن الحرامي, من التضاد, بخوفوك من التضاد البوليس والحرامي والظلام والشارع والرجال, وتطلع برا خوفوك من المفرقه والسفنجه والاستاذ والصوت والمدرسه, وخوفوك من اصحابك تبقى كبير, يخوفوك من الناس اللي في الحله, يخوفوك من الجيران ومن غير سبب, بس تخويف, خوفوك بالكلب, خوفوك بالحمار, وخوفوك بالحيوانات وبالحاجات والدنبعل والسلوه والسحر, يخوفوك بالحاجات الموجوده واللا موجوده, وتبقى كبير يخوفوك بالرفض من الشغل, يخوفوك بالطلاق, يخوفوك بقطع العيال. لازم يكون في تخويف, قطع الرزق وقعد البيوت, عدم العدل. اذا كانت امم مبنيه على الخوف عمرها ما بتقدر تاخذ ديسيجن. اذا انت ما تحررت من الخوف وكسبت نفسك في المغامر الاول ايا كان المكان اللي انت قاعد فيه, عمرك ما بتقدر تاخذ قرار لا في شيء بخص علاقه, لا في شيء بخص حاجه عندها علاقه بتربيه عيال, لا عندها علاقه بتحديد علاقاتك مع الناس الموجودين حوالينك, ولا باستمرارك في الشغل ولا تعاملك مع الناس اللي قاعدين في الشغل. يا قول المثل السوداني, زول يمسح وشه بمرقه في الحق ده المفروض زول ما يخاف لو متلائم, لانه لو ما بقى في ناس فايتر في الصفوف الاماميه دي وصلحوا البلد دي, البلد دي ما تمشي لقدام. بنفضل نقول في كلامنا ده ونقعد ونعمل مبادرات وكلام زي ده وما في حاجه بتنصلح, ما في شيء بيمشي لقدام. فالخوف وإساءة الظن وانه زول حتى داير خير لو قال رايه في الموضوع, الشيء ده بيتلبس بكميه من الحاجات وبتاخذ بطرق مختلفه وبيكون عنده شكل مختلف وعنده بيرسبشن مختلف, عمره ما في شيء بيمشي لقدام. الناس كلها بتكون فاضله باركه بتخاف من الشيء ما معروف ذاته شنو, بنخاف من حاجات ما عارفين هي شنو. يديك العافية. يعني صراحة يعني يا دكتورة ما عارفين يعني ليه احنا الجرعات دي بجد يعني محتاجين لها. يعني انت جيتي في وقتك فما حنخليك يعني, لكن احنا حنختم الحلقة هنا في الفيسبوك وبعدك حنواصل. شكرا لك دكتورة تماضر, يعني بجد يعني صراحة يعني استمتعنا بونسة يعني جميلة وبمعرفة غزيرة جدا جدا, واكيد الناس اللي معاي في الزوم بيشاركوني الحاجة دي وفي الفيسبوك, ويعني بديناها من النهود والأبيض واربجي وجامعة الخرطوم, يعني حاجة جميلة والله العظيم. اديك الصحة والعافية قبل الختام يا دكتورة. والله انا ممتنة جدا وانا بتبسط جدا لما يحصل النوع ده من الدايلوج ويحصل النوع ده من ال two ways of conversation, تدي give and take يعني, وناس بيسكتوا ليك عشان انت تتكلم لانه دي مشكلتنا الثانيه اللي بتحصل انه ما في زول بينصت. نحن شعب قليل الانصات, ما بنعرف نسمع للناس وما بنعرف ندي فرصه للناس يتكلموا وما بنسمعك يعني انا الحاجة الباسطاني مع انه بطعم في حطيبه غادي في كميه من الهرجنه, لكن الحاجة العجبانية حتى أسر عندنا في الأوضة اللي إحنا قاعدين فيها دي إنه الناس اللي قاعدين ديل بيسمعوك بأذن بتاعت زول مستقبل داير يتعلم أن تكريسيتايز,
لكن المشكلة عادة في البلاتفورمز زي دي في ناس بيقعدوا عشان ينبزوك، وفي ناس بيقعدوا عشان يتصيدوا إنك تقول كلام خطأ يشيلوا منك، اللي هو نوع من السلكتيف أبستراكشن المعروف إنه هو ضد الحوار الصحي بين الناس. فأنا شاكرة جدا والله يا دكتور ياسين، وشاكرة لإتاحة الفرصة، وشاكرة إنكم يعني وريتوني. أنا حاجة اكتشفت علينا، كنت قايلة إنه أنا قاعدة أموت بعد الفطور، اكتشفت إنه أنا كان I can be alive يعني ما بموت يعني. أنا أول مرة أعرف الحكاية دي لي كم رمضان هنا بعد الفطور ما بكون زور يعني. فاكتشفت إنه القصة دي تاريها ساي سايكولوجيكال. فشكرا جزيلا، وأتمنى إنه فعلا إذا كان في أي شغل بتاع مبادرة أنا I can put my hand there. أنا أصلاً طالع على النوع ده من الحاجات، في ناس ربنا سخروا من الموضوع ده، وأنا أفتكر أنا واحدة من الناس ربنا سخروا من القصص دي يعني. فإذا كان في أي شيء I can give it please let me know، أنا إن شاء الله أقول نبي لي يداون الله يديك العافية. طبعاً أكيد وسح أنا ده معاك، بس بعد ما أخلص الله يفضل. طبعاً أول حاجة يعني شكراً لك مرة تانية، ويعني وبشكر التيم يعني الشغال في الموضوع ده في اللي هي في الونس على دروب النجاح، اللي هو ريم وأحمد وهيثم الكاشف ورغي المغرب والشباب بتاعنا الديزاين اللي عملوا لك البوستر الجميل ده. طبعا الشباب والله شغالين بإمكانيات. طبعا العمليك يا دكتور العمليك أنا كنت متمنى يكون معانا حسن ده من الفاشر، باشمهندس حسن ده من الفاشر، وده واحد من الناس الحياة كلها عدا في 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 معسكرات النازحين يا جماعة. من هنا بحييه وبتمنى له النجاح والتوفيق يعني. الله طيب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. لا ليس هذا الوطن المصنوع من 20 كانتونا ومن 20 دكانا ومن 20 صرافا وحلاغا وشرطيا وطبالا وراغصة يسمى وطن الكبير. لا ليس هذا الوطن السادي والفاشي والشحاذ والنفطي والفنان والأمي والثوري والرجعي والصوفي والجنسي والشيطان والنبي والفقيه والحكيم والإمام، هو الذي كان لنا في سالف الأيام حديقة الأحلام. لا ليس هذا الجسد المصلوب فوق حائط الأحزان كالمسيح. لا ليس هذا الوطن الممسوخ كالصرصار والضيق كالضريح. لا ليس هذا وطن الكبير. لا ليس هذا الأبله المعاق والمراقع الثياب والمجذوب والمغلوب والمشغول في النحو وفي الصرف وفي غراءة الفنجان والتبصير. لا ليس هذا وطن الكبير. لا ليس هذا الوطن المنكس الأعلام والقارغ في مستنقع الكلام والحافي على سطح من الكبريت والقسطير. لا ليس هذا الرجل المنقول في سيارة الإزعاف والمحفوظ في ثلاجات الموتى والمعطل الإحساس والضمير. لا ليس هذا وطني الكبير. لا ليس هذا الرجل المقهور والمكسور والمزعور كالفار والباحث في زجاجات الكحول عن مصير. لا ليس هذا وطن الكبير. أيها الضائع في الزمان والمكان والباحث في منازل العربان عن سقف وعن سرير قد كبرنا واكتشفنا لعبة التزوير. فالوطن من أجله مات صلاح الدين يأكله الجائع في سهوله كعلبة السردين. والوطن من أجله قد غنت الخيول في حطين يبلعه الإنسان في سهولة كغرس إسبرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سلام عليك.